أعتقد أنه نحن صرنا بالبث المباشر، صح دكتور كريم؟ نعم صرنا بالبث المباشر. أستاذة عزة، ماشي حالك بالبريزنتاسيون أو لا؟ صوتك مش سامعته لأنك حاطة ميوت. عزة أنا ما عم بسمعك، إيه صوتك؟ أنت حاطة ميوت لصوتك. أنا رح أجرب أعرض البرزنتاسيون من عندي، يس، مشي حالك. خليني اجرب بعد مرة. نو خليني بعد جرب مرة، كنت عم شوف شيء. إذا زبط بيكون جريت. أنا اليوم بدي أقول أنه نحن شهر نيسان هو شهر الصعوبات، واليوم 16 نيسان هو اليوم العالمي للصوم، و21 نيسان هو النهار العالمي للصعوبات التعلمية، ويمكن اختارت أستاذة عزة الدورات تكون بهذا الشهر لدرايتها وعلم مبين هذا عندكم؟ الموضوع. Not yet. جربي. أنت عاملة شيرينج؟ يس، أنا عندي مبين كأنه مش الحال، بس بدي تشوفه من عندكم. لا ما مش الحال. راح أنا أعمل مساء الخير أهلا أهلا، دكتورة هناء، أتمنى لك الشفاء العاجل. شكرا لحضرتك. دكتورة عزة، أعتقد أنه لما تعملي شيرين هلا مش الحال، اضغطي على ويندوز، هكذا أفضل. شكرا. مش الحال. مبين عندكم؟ يس بين. دكتورة هناء، لدينا أيوة. دقيقتين ريتما يلتحق البقية ونبدأ. شكرا. شكرا لحضرتك. عزة مبينة عنا، بس هلأ بدك تعملي سلايد شو. ما بينعمل سلايد شو، بدك تكبسي على كل سلايد لحالة. جربي، يعني إذا بدك تنزلي لتحت أول شي حطي هاي، خلي الانفورماسيون اللي طالعة سلايد، حتى ستوب شيرينج حطي هايد. اوكي، وفي الويندو الصغير طالع. اوكي هلأ صار فوق كمان، سكري الويندو الثاني الصغير لأنه أنا ما عم بقدر أتحكم. طالع ويندو صغير حد ال ايه اوكي، على حسب كرو ورا. أوكي. هلا أنت ما فيك تعملي سلايد شو، اللي بدك تعمليه أنه بدك تمرقيهم سلايد باي سلايد. أوكي، لأنه لما تعملي بس سلايد it's شو، not moving anymore. إيه ما عشان هيك عم أقول لك أنت بدك تفتحي. هلا هو انفتح بالويندو، انت عندك على الكمبيوتر مفتوح اثنين، مفتوح اول ويندو اللي نحن فيه الفنترات والصور اللي عم نحكي فيه، ومفتوح حده هيدا الويندو اكزاكتومون. هلا بين، فانت بدك تنزليهم سلايد باي سلايد، اكبسي على ايه، هيك هيك بيمشي الحال. هلا انتو هلا هيك هلا نحن اوكي شايفين دكتور، بس واضح الصورة عندك، واضح الصورة ايه عندك. يس يس يس، واضحة مثل ما كنت أنا عم بعمل الأسبوع الماضي كل شيء. وإذا بدك تكوني مرتاحة أنا مش لك يهم، ما في مشكل، بس أنا كرمال أنت تتعاطي بالموضوع وتديري لا لا الأمور. لا حبيبتي، اتس اوكي، مش لحاسبك. أوكي دكتور كريم، نحن جاهزين. تاكم هلا أكيد بعد في ناس عم بتفوت وهن كتار، ولكن نحن جاهزين دكتور إذا بدك. شكرا دكتورة هناء. أنا علي، ومجددا نتمنى لك الشفاء. نرحب مجددا بالدكتورة عزة شوبكي في اليوم الثاني، ونشكرها على هذه المشاركة القيمة وهذه المحاور المهمة. دكتورة هناء، لك الكلمة لبداية اليوم الثاني من الدورة.
شكرا دكتور كريم، شكرا أستاذة عزة شويكي، وهي ضيفتنا اليوم، وكما عرفنا بها سابقا بأنها حاصلة على ماجستير في التربية المختصة من جامعة القديس يوسف، وهي مسؤولة الدعم في مدرسة دامجة. شكرا لتلبية دعوتنا و لاستضافتك أستاذة معنا اليوم، لنتكلم في اليوم الثاني عن دورتنا الخاصة بالاضطرابات والصعوبات التعلمية. الصعوبات أو صعوبات التعلم هي حالات يمكن أن تجعل الفرد يواجه مشكلات عدة عند تلقيه للتعلم التقليدي أو للتعلم دون مراعاة حاجاته الخاصة. وقد تؤثر هذه الصعوبات على تنمية مهارات القراءة والكتابة والرياضيات، ويمكن أن يؤثر أيضاً على الذاكرة والقدرة على التركيز والمهارات التنظيمية. لقد تعرفنا في اليوم الأول على تعريف الاضطرابات وتعريف الصعوبات، أما اليوم سنكمل مع المحاور التي حضرتها الأستاذة عزة، وستكون الدورة في اليوم الثاني أكثر خصوصية وأكثر شمولية للصعوبات. تفضلي أستاذة، نحن نستمع إلى ما ستقدمينه. ستقومين حضرتك بعرض ما حضرته على الباوربوينت، وكل الحضور الكريم أرحب بكم ونحن معك. تفضلي عزة. بس نحن اللي نعملنا انت شايفتيني شايف هذا؟ يس اي نو اي نو، بس انا بحب شوف مين عم يحكي واطلع قديش في اشخاص، شوف اسامي مشان هيك. اول شيء بونسوار وثانك يو سو ماتش على هذه الاوبورتونيتي اجان، وثانك يو للاشخاص اللي رجعوا شاركوا معنا اليوم. اكيد مثل اذا الاشخاص اللي حضروا اول مره بيعرفوا انه انا حدا حب تاخدوا وتعطوا معي، سو هحاول قد ما فيي يكونوا الاشياء بنقدر ناخد ونعطي ونستفاد من بعضنا ومن الخبرات. اوكي سو هلا انا رح اعمل شيرينج للسكرين عندي، ما بقى حشوف مدام هنا مين عم يحكي ومين رافع ايده، فاذا ما كنت كثير تعبانه بدك تساعديني بهذا الموضوع. اوكي اكيد موجوده ورح كون حدك باداره الجلسه لليوم، ونحن متشوقين للي اوكي سو انا لما مدام هنا حكتني وقررنا بنيسان انبسطت كثير، لانه نيسان هو ب 22 نيسان واليوم الوطني للتلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلميه وشهر التوعيه هيدا كله، سو بيكون في كتير ايفنتس بهذا الموضوع. سو هذا كان الهدف انه نعمل ثلاث دورات لها علاقه بالصعوبات التعلميه. حاعمل هيك شوي ريكاب. سو اول دوره كنا عم نشوف الفرق بين صعوبات وبين اضطرابات وفتها بتفاصيل. هلا ححاول معكم بس تقولوا لي اذا عم تسمعوا الفيديو، لانه مصره انه تحضروا للفيديو لنقدر نتناقش فيه. اوكي سو بس بليز بدو تخبروني اذا عم تقدروا تسمعوا الفيديو. سامعين كنتوا؟ لا ما في صوت اجان. طيب اوكي خلص it's not meant to be، ما في اشياء ما فينا خلص. اوكي دونك حنبلش هلا شوي. شو بتتذكروا من اللقاء السابق؟ يعني اذا بدنا نعمل هيك شوي مكتسبات سابقه، شو نتذكر من اول عرض احنا عملناه بين 8 نيسان؟ مين بيقدر يقول لي لو كلمه؟ بونسوار، معك مدام سمر. هاي. مرة الماضية اشتغلنا عن شيء، أول شيء قلتينا حطوا تابلو إنه أنتوا بتحبوا تتعلموا شو تعلمتوا. اشتغلنا عن شيء اسمه اضطرابات تعلم، شو أنواعها. أوكي وعن شيء اسمه عن القراءة، عصر القراءة. صح تمام مرسي. مين في غير مدام سمر بيقدر يقول لي شيء؟ جانيت تفضلي. مدام جانيت
طيب مين رافع ايده غير مدام أمل جميلة؟ بونسوار. تفضلي استاذة امل. كنت حكيتي حضرتك عن مسببات صعوبات التعلم، إذا بيئية ولا وراثية ولا اجتماعية. كمان حكيتينا عن العوارض الشائعة بصعوبة القراءة والكتابة، قلة التركيز والانتباه، عن علاج صعوبات التعلم، تصنيف الأساليب المستخدمة بعلاج صعوبات التعلم، والاتجاه النفسي التربوي، الاتجاه للسلام الطبي. كان كتير شيء حلو الأسبوع الماضي اللي حكيتينا فيه وتعلمنا منه قصص كتيرة. جريت، Thank you. حدا بحب بعد يقول شيء؟ مدام جانيت سمعان رافعة إيدها، ما بعرف إذا بدها تحكي. مدام أمل إذا حكيتي بليز بتمنى إنك ترجعي تنزلي الإيد. مدام جانيت ميرسي. بعتي حدا بده يجاوب؟ انه مثلا ممكن كمان يكون مشكله أوكي. بالدماغ او مشكله بالقراءه او بال انه انه مستويات الصعوبات عنده في مستويات، مثلا ممكن بطيء انه عده اشياء يعني كمان استفدنا فيها وهيك. شكرا مدام روز. ميرسي ميرسي ثانك يو لكم. مدام روز. مدام ريتا تفضلي. بونسوار. كنا ذكرنا المرة الماضية عن طريقة المعالجة، في عنا عدة اتجاه طبي، اتجاه النفس التربوي. آخر شيء ذكرنا شو المطلوب من المعلم، انه التشخيص، نقاط القوة، نقاط الضعف، شو هن حاجات المتعلم وخصائصه. ذكرنا عن التكييف، التدخل، في المفروض يكون عندنا علاقة ومشاركة، المفروض نجدد المعلومات up to date على الأشياء حول اللي كنا ذكرناه هون آخر مرة، إضافة اللي ذكرهم الزملاء. جريت مدام جريت سمر تفضلي. برافو، بعد I'm super proud. اوكي هلا عزة، في بعد حدا جريت بدك تفضلي. نسمع رأيه أو الو تفضلي؟ تفضلي تفضلي أستاذة سمر. الو أكيد الو أكيد. في شغلة كتير مهمة هاي انذكرت بأول جلسة هاي، وهي إنه بالإضافة للشيء اللي عم نسمعه اللي بنعرفه واللي طبعا تناقشنا فيه، عم نحط على جنب أسئلة شو بدنا نعرف، لأنه صلنا فترة بنشتغل وكتير ناطرين الوقت إمتى نعرف شو بدنا نعرف، شو بدنا نسأل عن المستقبل تبع أي تلميذ بيعاني من صعوبات. اوكي جريت ثانك يو. بعد حدا بيحب ولا بننقل على السلايد اللي بعده؟ شكرا استاذه عزه، تفضلي. اوكي سو هلا عنا هوم ورك فرض. اوكي سو عنا ستادي كيس، دراسه حاله. اوكي انا حقرا لكم اياها وحقول لكم من بعدها سلايد شو لازم انتم تعملوا. اوكي سو سارة متعلمة في التاسعة من عمرها في الصف الرابع أساسي، وقد شخصت بالديسلكسيا. الأسئلة: شو هي التكييفات اللي فيكم تعملوها وقت تحضروا لدرس القراءة باللغة العربية؟ اوكي هي واحد. اثنين، بس تخلصوا من درس القراءة وإجا وقت الامتحان، شو التعديلات اللي ممكن تعملوها للامتحان بتناسب سارة بهذا الصف؟ اوكي سو هلأ البدية انه تقدروا تعدوا وتفكروا لما عم تحضروا وحدة تعليمية أو درس قراءة بدكم تعطوه لصفكم. وهذا الصف في عندكم متعلمة عندها ديسلكسيا وعندها رابور بيقول إنه هي عندها عسر في القراءة. أوكي؟ وهو درس قراءة. شو فيكم تعملوا بتفوتوا بقلب درسكم بطريقة تقدروا تلبوا حاجاتها لهيدي المتعلمة؟ سوري ممكن ترجعي لأن راح النت عندي، ترجع تعيد السؤال. أكيد كنت عم أقول إنه إذا عندكم تلميذة حنسميها سارة بقلب هيدا الصف، 9 عمرها بصف الرابع جريد 4 بي 4، ونحن أوريدي وصلنا دايجنوستيك تقرير إنه هي البنوت عندها ديسلكسيا، يعني عندها عسر في القراءة. أول سؤال هو شو فينا نعمل نحن كمعلمات أو أساتذة لما عم نحضر
بدنا نعطي درس قراءة جديد لصفنا، شو فينا نفوت بقلب وحدة التعليم استراتيجيات وتقنيات تقدر تلبي لها حاجاتها لسارة؟ هذا أول بارت. أوكي، وتاني بارت من بعدها حأعطيكم امتحان لغة عربية لصف رابع، بتكون تقولوا لي شو التكييفات والتعديلات فينا نعملهم لقرا. أوكي، سو أول بارت حأعطيكم 2 minutes بس تفكروا، ما بدي كتير تفاصيل، بدي تقولوا شو فيكم تفوتوا استراتيجيز بقلب الوحدة التعليمية تقدر تلبي حاجاتها لهي البنوت. واضح السؤال؟ اي واضح، ميرسي إليك. اوكي بليز صبايا وشباب، بس هيك اسال سؤال تا ما اكون كثير انا عم تفتحوا الميكرو وازعجكم، بس ابعثوا لي ثامبس اب لاقدر اعرف انه ماشي الحال وكل شيء اون ذا رايت تراك. اوكي ثانك يو. اوكي والكل شايفني رايت؟ يس هلا شايفينك وعم نسمعك ونحن معك. ثانك يو. جريت. اوكي Okay, so you have 2 minutes, معكم دقيقتين، okay, لتقدروا تشوفوا شو الأشياء اللي فيكم تفوتوها لما عم تحضروا درس لبنوت عمرها 9 سنين بصف الرابع بدرس اللغة العربية. هلا انتبهوا، إذا حدا فيكم معلمة فرنش أو معلمة عربي، وسوري عم استعمل صيغة المؤنث، بس إذا حدا فيكم بيعلم لغة عربية أو لغة فرنسية أو لغة إنجليزية أو حتى بيقدر بيعلم ماث، كله بيقدر يفوت تقنيات، بس انا نقيت لغات لانه يجولي هي عصر القراءه في اللغات، دونك خلينا نركز بهذا الموضوع، بس اذا حدا بيحب يعطيني اكزامبل بالانجلش او الفرنش كمان ما عندي مشكل. اوكي نحن في عنا إجابة صارت جاهزة من مدام سمر، فينا ناخذها إذا بدك عزة أو بدك تنطري الوقت. أكيد يلا تفضلي أستاذة سمر. نو أكيد بنقدر نبلش أستاذة سمر وأستاذة ليال، تفضلي أستاذة سمر. نعم. ما الباقيين يمكن عم يكتبوا جوابهم، فيني أقول أورلي؟ ايه تفضلي عم نسمع. ايه اوف كورس، ما ضروري كتابة اكيد. ليه اخترتي العمر 9 سنين وبالرابع اساسي؟ يعني بس سؤال، هل ممكن نكتشف الديسلكس؟ هذا سؤال لك. هذا سؤال اخر بعمر ابكر اكيد بيكون عنده عوارض، بس تتذكري شو قلنا، الافضل نعمل فول سايكو ادجوكيشنال اسسمنت بعد عمر 8 ليكون الطفل اكتسب كل يعني قطع عليه المهارات واكتمل نموه وخلص، ونشغل عليه فتره وبعد عندنا صعوبات نعمله تقييم، وعلى اساس التقييم بنقول انه عنده ديسلكسيا. وعاده بالصف الرابع ببطل عنا راجع الحروف المتشابهه او الاصوات، بفوتوا اكثر قواعد اكثر من حروف وهيك، دونك لازم يكون المنهاج من وجهه نظر اصوات علم الاصوات والاحرف مكتمل، والولاد بيعرفوا بيناتهم، بفوتوا اكثر بالقواعد بمعنى انه قاعدات مثل التاء المربوطه والتاء المفتوحه والتنوين الحروف القمريه والشمسيه. سو هيدولي بيصيروا تشعبات باللغة العربية، منا تأسيس للقراءة. مشان هيك نقيت الصف التاسع، خلصنا المرحلة الابتدائية، قطعوا على الولد الأحرف كلها. أوكي نشغل عليها هالبنوت ونعمل تقييم، وعلى عمر 9 صار عنا هذا التقييم، وعلى أساسها نحن عم نشتغل. شكرا للإضاحة. أستاذة سمر عندك جواب أو بناخد حدا؟ أستاذة ليال تفضلي. مصفار. مصفار. أنا رح ليال دبيان سبيشال إدوكيتر بالشوف ناشيونال كوليدج. أهلا فيك أستاذة ليال. أوكي أنا أول شيء كاستراتيجية يعني بنستخدم
نصوص بأجزاء صغيرة، يعني هيك بنقسم للنص لشكل صغير يعني، وهذا الشيء بيساعدها على تركيز المعلومات أكثر بدون ما تشعر بالتعب والإرهاق يعني. وكمان فينا نستخدم أدوات تكنولوجيا مثل بتساعد هيدا على القراءة. نحن عم ندخل هيك مثل أبليكيشن، في شيء اسمه تكست تو سبيتش وسبيتش تو تكست، العكس كتير عم بيسهل على التلاميذ هيدا هاي العملية. والألعاب أكيد باللعب الولد بيكون هيك كتير بيعتمد على هيدا الشيء، إنه بيكون الولد في متعة بالتعليم وجاذبية، وكمان إنه الوقت يعني أنا الوقت ما يكون كتير عبء عليا بالوقت، وأهم شيء نكون صبورين ونشجعها أكيد. Thank you ليلى. بس ميرسي. ميرسي إلك. يا ريت الكل تقدروا، بما إنه we have special educators معنا، دونك هذا محل نشارك الخبرات يعني. ليال قالته شيء كتير مهم، سمت طول عم يستعملوها بمدرستهم بتهين للولاد انه يقدروا يسمعوا النص اوكي اللي عم ينعطى، بدل ما يكون هذا الولد عم يعمل، تتذكروا وقت قلنا بياخدوا بيعملوا وقت ليعملوا ديكودينج، سو بدالهم عم يحللوا الكلمات والاصوات، سو بينسوا المعنى تبع النص اللي عم يقروه، واللي بيخلق نوع من الفراستريشن او الاحباط عند المتعلم، بصير انه رفقاته عم يقروا بسرعه وبلشوا بيجاوبوا وبيرفعوا ايديهم، سو بيحبط الولد وبيبطل له، بطل بيشارك. ولما ما بيشارك بيكون عندنا حلين، يا بيكون قاعد عم يحلم بقلب الصف ومنه مركز، يا شو بيعمل الشغل الثاني، انتوا قولوا لي شو بيعمل الولد اللي ما عم يفهم بقلب الصف وضايق خلقه، بده يشاغب ويكون عنده مشاكل بالسلوك، يلعب بالسلوك مفعل شاغب، وبتطلع صرخة المعلمات، تخيلك ما عم يقعد بالصف، تخيلك عم يحركش بأصحابه، ما بيرفع إيده، بينكت بقلب الصف. دونك نحن لا نتفادى، بيلتهي أكيد مثل ما قالوا مشاكل سلوكية، دونك لا نتفادى هيدا الشيء. مشان هيك قلت إذا نحن الوحدة التعليمية اللي منحضرها بيكون مفوتين فيها تقنيات واستراتيجيات، بنتفادى قد ما فينا، قلت أكيد يكون عندنا هول الأشياء. مدام سحر، انا بس بدي اقول لك انه في اجابات كانوا موجودين بالانبوكس، اذا بدك تقريهم او تقري لك اياهم للتعليق عليهم حتى ما يكونوا هيك من دون جواب. مثلا في حدا حاطت ممكن اعطيها مقطع صغير وسهل، في حدا حاطت استراتيجية الالعاب التعليمية لتوفير الضغط والخوف لديها، لتخفيف الضغط والخوف لديها، ونصوص قصيرة تحويلها إلى صوتية. أوكي هولي هني، وأكيد تفضلي فيك تكملي الأسئلة وتاخذ الإجابات. ممكن نعمل على توظيف الحواس بمنهج مونتسوري، هذا آخر جواب وصل. هي ممكن نشتغل على منهج مونتسوري. اوكي كيف بهمني كيف، لانه بدأ كمان بدنا نشوف كيف بنقدر نفوت لعمر 9 سنين بلا ما تحس حالها. يعني هو الفكره اللي بدي اياكم تاخذوه بعين الاعتبار، انه انا ذكرت انه هاي البنوت هي بصفنا ناخذ بعين الاعتبار انه هي عندها هدول الصعوبات، بس اكيد بدها تكون انتجريتد بقلب الجروب، يعني مش تكون بس خصوصي لها، عرفتوا؟ يعني كمان نشتغل على النفسيه، تتذكروا ده ان النفسيه بتلعب دور والعلم علاقة مع المتعلم تلعب دور. سو اوكي سو هلا اللي قلناه كثير مهم، انتم هلا بدكم تو انتروديوس هذا اللسن، يعني انتم بدكم تفوتوا على الصف وتقولوا للولاد نحن اليوم بدنا نتعلم نص جديد. اوكي شو فيكم تعملوا؟ يلا مدام جمال ولا مستر جمال؟ لا مدام، بونسوار مدام جمال، بونسوار، تفضلي. ممكن مثلا نرفق مع النص صور بموضوع النص، يعني بصير يربط هالبنوت، بتصير تربط مثلا شو موجود بالصورة،
كلمة هي تقدر كمان مثلا هو وتلميذ تاني مثلا عم يقرأ تربط كمان الشيء اللي عم تسمعه بالصورة، فهي كمان بنفس الوقت صارت عم بتشوف شو اللي عم بينقرأ، فممكن هيدا الشيء كمان يسهل عليها. Excellent. Okay. Great. بعد عندك شيء؟ لا بس. Thank you, Madam Jamal. روبا؟ Is it my روبا ولا روبا حدا تاني؟ لا يا روبا. عندي حدا. Hi, حبيبي. Hello. روبا is from my team. She's a speech and language therapist. Thank you. So بس لكم روبا هي أخصائية نطق ولغة معنا. اوكي وهي بتشتغل معي بمعنى نحن بنشتغل سوا بالتيم بالمدرسه سو روبا جو اهد يس في تكنيك بدي زيادة اكيد على الفيجوال سبورت اللي برايي كثير مهم يكون موجود حد الناس ان كان صوره واحده ولا كذا صوره يلي اكيد بيساعد الولد انه يفهم حتى لو ما كان عم يقدر يقرا بطريقه مزبوطه هو البريدكشن هلا انا بستعملها بالسيشن 1 تو 1 واكيد برايي بالصف كثير مهمه خصوصا انه الولد اوقات بده يشارك ومنه قادر يشارك يعني يمكن مجرد ما قرينا نحن التايتل وقفنا شو اول كن رح يكون النص او عن شو بتتوقعوا نكتب هول الايبوتيز اللي نحن عم نطلع فيهم وبالاخر بنكون عم نحط ايها مزبوطه ايها زبطت معنا ايها لا فبرايي هذا بيساعد الولد انه يشارك انه يكون عم يتوقع وبصير كمان نكون عم نشتغل على الايماجينيشن تبع الولد في عنا كمان شكرا لمرورك استاذه ربا في عنا علا ونهرة تفضلي استاذه علا مساء الخير انا كنت بدي اقول مثل ما قالت المدام يلي قبلي انه قصه الصوره المرفقه بالنص كتير مهمه لانه الديسلكسيا عنده مشكله بالقراءه بس ما عنده مشكله بالتعبير الشفهي لما انا بدي اجي اعطيه مثلا اطرح عنوان النص او حط صوره هي بتعبر عن مضمون النص هون هو عم بيشتغل وعم بيحرك مخزونه اللغوي لحتى يكون عم يتفاعل بالصف منه قاعد و مثل كأنه هو صار بكوكب تاني إذا أنا مش عم شغله معي. أوكي، جريت. أوكي، ثانك يو مدام علا. بعد عندي مدام ريتا. أنا مثل اللي بضيف المعلومات للأول مشاهدة بس عنصر العنصر النفسي بدنا نشتغل مع التلميذ قبل ما نبلش نطلب منه القراءة. أنا عندي عنصر المشاركة والتحفيز. يعني الولد ليضلوا مستمر معي مشارك معي بدي اخلق له جو من التحفيز اللي ذكروا الصور والتعبير الشفهي اضافة لبرجع مع الصور والرسومات اللي استخدمون بعدين بلجأ ساعتها لتكييف النص لمقاطع المعلومات الضرورة اللي لازم توصل له مش ضروري يقرأ القراءة كله النص اذا كان جريد فور صفحة كاملة فيني لخص له اياها بالمصطلحات والمفردات ليكون عنده مخزون لغوي ضروري يعني just necessary ياخذ الملخص كنص بسيط جمل قصيرة مفردات بسيطة هاي بلجأ بمرحلة تانية بعد ما يكون شارك وعملته عنصر التحفيز والمشاركة شكراً أستاذة ريتا في عنا أستاذة سحر أبو اسماعيل تفضلي مساء الخير ويعطيكم ألف عافية ودايماً المواضيع اللي عم تنطرح كتير بناءة وحلوة نحن بالنسبة للتلاميذ اللي بيكون عندهم هذا يعني نحن بنعتبر تعاملنا مع التلميذ اللي بده هذا الدعم أهم بكثير من المعلومة اللي بدها تنعطى لأن كيف توصل لهالتلميذ هذه هي الغاية فنحن كل ما ارتبط الدال بالمدلول ووصلنا الفكرة للتلميذ من خلال توظيف الحواس هون بتكون الكفاية ترسخت فأنا بقدر إنه من خلال إني أعرض النص بكلمات أكبر لحتى يشوف التلميذ وتكون عم بتبين لعنده بطريقة إنه أنا ما عم بميز هذه البنت لوحدها عم بعرضها بخط أكبر بميز لها الحروف عن بعضها ببعدهم شوي وارجع أطلب منها يمكن ترجع ترسم الأحداث إذا رسمت هي الأحداث اللي عم تسمعها رح تتثبت الفكرة أكيد عندها وهي رجعت قادرة تعمل إعادة سرد لهذا النص اللي سمعته
وبهون ببطل عندها الخوف، ومنكون ثبتنا عندها الجرأة انها ترجع تعمل اعادة سرد قدام رفقاتها كلهم، لانه صارت مثلها مثلهم مكتسبة القصة او النص اللي سمعته. شكرا. بسحر بعد في عنا استاذة سمر واستاذة سهام شبارو. تفضلي استاذة سمر. انا اللي شايفه انه صرنا عم نحكي عن ماني سكيلز، يعني نحكى عن سكيل اللي هي ريدنج او تهجئه لتقدر تقرا، هي بتتخربط عندها هالاشياء وما بتقدر تقرا بدها تلفظه. ودخلوا معها هلا قبل شوي سكيل تاني اللي هي كومبريهنشن. الكومبريهنشن بالنسبه للديسلكسيك اتس ماتش ايزير، كثير اهون، يعني لما بتحطي صور وبيسمع النص بيقدر انه يتجاوب معك، او طبعا مع تسهيلات بيتجاوب. بس نحن حسب تركيز الدكتوره عزة قالت عسر قراءه، يعني ما بتقدر تهجي الكلمة بتطلع فيها وما بتعمل شيء. ورجعنا كمان دخلوا شيء ثالث اللي نحنا كمان اشتغلنا عليه بالمدرسة، انه في تلميذ منكبر له بدل A4 منعمل A3 لإله، هيدي مشكلة كمان نظر. فبليز خلينا نركز على عسر القراءة. البيكتشرز ما بيخلوا التلميذ يفك الكلمة ويقراها، البيكتشرز بتساعد على الكومبريهنشن. سو بدي اعرف من دكتورة عزة اي سكيل هي لازم نركز عليها. انا بدي خلي دكتورة عزة تمرق على الاجابة قبل ما ناخذ راي سهام شبارو، لانه في امور ملخبطة عندها شوي لاستاذة سمر. وياريت ما بعرف اذا فيك تعرفي ديسلكسي شو قبل ما تعطينا الإجابة، أوكي؟ أو بدك تاخدي أستاذة سهام وترجعي تمرقي على الاثنين؟ إذا بدك نرجع نشوف مدام سهام، وأنا بعدها عاملة راجعة ريكاب عن الديسلكسيا أجن. دونك خلينا نشوف مدام سهام ونرجع نجاوب مدام سمر كمان. استاذة عزة اخذتي نوت عندك، لانه بفتكر بدك تفصيل مفصل على اللي قالته استاذة سمر، لانه الامور شوي ملخبطة. اوكي عندك الامور للتوضيح. استاذة سهام استاذة سهام شبار وتفضلي. مسيكم بالخير دكتورة هناء ودكتورة عزة، تحياتي اولا انكم عم تصلتوا على هذا الموضوع. قبل ما اجاوب على السؤال، انا كمان كنت من اطفال صعبة التعلم بس بغير بالرياضيات وبالكتابة. هلا بالنسبة للمشكلة التعبير، أنا كمان من ضمن الأشياء اللي بتساعد للطفل عم يوثق من نفسه، مثل مثلا التمثيل المسرحي أو حتى مثلا الشريط المصور، هيدي كمان أنه فيها نقطة مهمة حتى ما يحس الولد حاله أنه هو لحاله أنه عم ياخد مثلا درس خصوصي. بالعكس الشريط المصور كمان يكون عام للكل، مثلا هيدي ننمي له هدفنا الثقة بنفسه، ما يحس حاله أقل من غيره. شكراً لك. تحياتي تحياتي. شكراً لك. نحن أصلاً أنا بدي نوه أنه هالإرادة الصلبة اللي عندك، أنه بالرغم من الصعوبات اللي مرقت معك بحياتك، أنت اليوم عضو بنقابة تكنولوجيا التربية والتعليم في لبنان، وكمان يعني عم بتقومي بأعمال بهذا المجال. شكراً لك وشكراً لمرورك معنا وشكراً لحضورك أستاذي سهام. في بعد حدا رفع إيده عزة؟ شو؟ يلا بالعكس. استاذي ربا واستاذي علا، مرور سريع للانتقال الى زبدة الموضوع، تفضلوا. السؤال كان نادين في عم تسأل عن السؤال كان انه في متعلمة بنوت بالصف الرابع الاساسي الرابع، وهي تعاني من مشكلة في القراءة، عسر القراءة. اوكي عمرها 9 سنين، انت كمعلمة كيف فيك تساعديها بهذا الموضوع، او شو فينا نعمل لنساعد لتخطي هذا الموضوع؟ هذا كان السؤال استاذ نادين.
وبالنسبة لكل الإجابات اللي عم تحطوها على الإنبوكس هلأ بمرق عليها في النهاية بعد ما نسمع الأشخاص اللي بدهم يحكوا. أستاذة عزة تفضلوا. أوكي أنا لجاوب على مدام سمر رايت. مدام سمر اللي قالته كتير مهم، حقلكم ليش؟ لأنه كلكم عملتوا فوكس على الكومبريهنشن على الفهم، واللي معكم حق لأنه أي ولد بده يقرأ لازم يفهم شو هو عم يقرأ. بس نفس الوقت الملاحظة اللي قالتها مدام سمار كتير مهمة. أنتوا لما بكون تقسموا الوحدة التعليمية أوكي بتكون تقسموا تشوفوا يعني أنتوا كمعلمات أو أساتذة بقلب الصف بتكون تقروا النص بتتناقشوا فيه بتعملوا prediction بتحطوا صور بتناقشوا بالإيفانتس يمكن تحطوا العنوان النص الشخصيات المكان الزمان كل هيدول الأشياء. في بارت أكيد الكل بيقطع عليه اللي هو بتكون تقروا طلابكم لتعرفوا إذا هن عم يعرفوا يقروا أو لا. أوكي هلأ كلنا متفقين أنه البيئة المناسبة والتحفيز والأمان اللي بنعطيه للمتعلم أو أي ولد هدول بيخلوا هو العناصر بتخلي أنه الطلاب يكونوا مرتاحين بقلب الصف. هلأ شو بنعمل لما يكون عندنا ولد عنده ديسلكسيا وبده يقرأ بقلب الصف؟ أوكي أول شيء ما فينا نفاجئ الولد، يعني ما فينا فجأة نجي نقلها لهي البنوت سارة يلا قومي اقري بلا تحضير. طب أبداً هيدا الشيء ما فينا نعمله، لازم نكون أول شيء شغلين معه على الأشياء التالية، لازم نكون شغلين معه على الكلمات المفتاح أو الكلمات اللي نسموهن شو اسمهم سوري سايت ووردز، يعني الكلمات اللي بالنظر بنحفظهم مثل إلى على يعني هول الأحرف أو الكلمات اللي بنشوفهم كتير. يس كيوردز 100%. هدول في حدا بريزنتينج غيري في حدا عامل شيرينج وأنا هيدا الشيء مش مقبول أبدا فبليز اللي عامل شيرينج يبطل أحسن ما أنا أضطر أني ظهره برات الميتينج لأنه اللي عم يعمل شيرينج فقط هي أستاذة عزة. سو ميرنا ضيعت الاسم ميرنا بليز يا أنه بتوقفي شيرينج بليز أو عزة بليز تيجي ترجعي تعملي شيرينج انت. استاذ كريم دكتور كريم اذا انت معنا يا ريت بتكون موجود تتغير شوي بالسيتنج، ما بعرف قد ايه جوجل ميت بيسمح لنا انه يكون في وان هوست بس انه وان هو اللي عم يشتغل وعم يتحكم بهذا الموضوع واللي هي استاذة عزة. رجعي جربي عزة بتعزبيك. يلا one second. اوكي بيان عندكم ولا نو؟ نو يمكن شوية وقت ليخبر بيان؟ بلا بيان بيان لا نحن ما بيان عندي بيان الباوربوينت يعني بيان الباوربوينت ولا نو؟ لا ما بين الباوربوينت بعده ما طلع الباوربوينت هلا لا ما بين الباوربوينت لا ما بين نو شو مبين عندكم مبين عند بنات حاله ومتطور المساله وين ما مبين شيء انا عندي بعده مبين انه اوكي ريزوم ايه يلا وان سكند وان سكند هلا مش الخاص هلا يو ار بريزنتينج هلا مش الحال دم اوكي داكر اوكي بتمنى بليز على الحضور الكريم الالتزام اوكي بعتذر على لا مش ذنبك انا بدي اتمنى الالتزام بشروط الدوره والا رح نعمل جهدنا ونحن ما بنحب هيدا الشيء انه نظهر حدا برات الميتينج. ممنوع محاوله تسجيل اصلا ما فيكم وممنوع برزنتيشن غير استاذه عزة وارجو الالتزام بهيدي المواضيع. أوكي شكرا كتير منكمل
اوكي سو بس كنا عم نقول انه شو هن الاشياء اللي فينا نعملها لنقدر نمرن الطفله على مقطع بدها تقرا. اوكي اللي فينا نعمله اول شيء انه في كلمات المفتاح فينا نكون عاملينهم فلاش كارد بطاقات ونمرنهم عليها بسرعه قراءه، بتقدر تقراهم ورا بعضهم، اكيد تكون فهمانه هي شو عم تقرا، مش عم نقرا مثل الببغاء مش فهمانين. دونك بنكون شغالين على الكلمات المفتاح بقلب النص، بنقراهم بفلاش كاردز بسرعه معينه وبنحط لها تايمر، بصير بتقراهم بسرعه، بصير البرين تبعها بيحفظ كيف شكل الكلمه وبصير اوتوماتيكلي بتقدر تعممها. هي وحده فينا نعملها. فينا نعمل تقسيم الكلمات الى مقاطع صوتيه، ونبلش نعمل مع كيف بنقرا كل كلمه ومقطع وعلى السرعه كيف تعمل تهجيها بسرعه. فينا نشتغل كولر كودينج، دونك اذا في كتير بتلخبط بين الاصوات الطويله او القصيره فينا نعمل هيدا الشيء، نعمل بالالوان. تعرف انه لما تشوف اللون الاخضر مثلا يعني هن كلهم اصوات طويله، او لما نشوف اللون الاحمر هن اصوات قصيره، بصير البرين بيعمل لينك مع بهذا الموضوع. اوكي انا اللي بعمله ايام كتير بشتغل معهم، بس خلص هو الستابس كلها بشتغل معهم انه يسمعوا حالهم كيف عم يقروا. اوكي وبس يسمعوا حالهم كيف عم يقروا بتناقش انا وياهم انه انتو كيف قريتوا، بيعملوا مثل تقييم ذاتي لحالهم انه كيف كانت قراءتهم وشو الاغلاط اللي عملوها. واللي بنعمله انه اكيد هو ما بتجي من اول مره، سو براكتس مثل ما قلنا براكتس ميكس بروجرس. سو اللي بنعمل انه بحط تشارت انا وياهم انه بهذا التاريخ انت قريت هذا المقطع، منعد الكلمات انا والولد او انا وساره لتسي، منعد الكلمات ونحط الوقت. اوكي وبنقول لها انت قريتي مثلا لتسي في 20 كلمه بهذا المقطع، انت قريتي منهم 10 صح بهذا الوقت، وبصير بشتغل ستيب باي ستيب انا وياها. اول شيء لازيد ثقتها بنفسها، انت اول مره ليكي كيف كنتي عم تقري، ثاني مره ليكي كيف صرنا عم نقرا، لنوصل على الفلوينسي او السهوله بالقراءه اللي لازم بدي اياها توصل، بس اكيد مش من اول مره واكيد مش تغري لحتصير. دونك براكتس ميكس بروجرس. اوكي سو حارجع عيد كولر كودينج، تقسيم الكلمات الى مقاطع، الكيوردز او سايت ووردز اللي قلتوهم فينا نعملهم بفلاش كاردز، بس اكيد اكيد باكد على كلكم قلتوا انه ما فينا نعمله هذا الشيء بلا ما يكون الولد فهمان النص، والا ما بنكون عملنا شيء ابدا. كل الاستراتيجيز اللي انتم قلتوهم ينفعوا لنقدر نبلش الدرس ونفهمه، بس ما بيغني عن بارت القراءه اللي مدام سمر علقت عليه انه هي بهمها انه تعرف شو فينا نعمل للقراءة. وهيدا الشيء لازم يكون كل مرة ongoing، يعني مش من مرة واحدة. دونك نحنا مثلا بالسيشنز انا كسبيشال ادوكيتر اللي بعمله انه عطول بقسم حصتي انه عطول في عندي 3-5 دقايق فيها قراءة، قراءة مقطع نحنا شغلين عليه او قراءة كلمات بسرعة معينة. كتير بشتغل على السرعة دقة وانه نقدر نعمل فلوينسي بسرعة هيك، وبشتغلها بسرعة بطريقة حماس، ومع الوقت بس الولد يعرف يقراهم صح برجع بشتغلهم على الكتابة نعرف نكتبهم صح، وبرجع بحطهم بقلب نص بلون تاني، من بعد ما نحطهم بالنص بلون تاني برجع بشيل اللون بخليهم باللون الأسود. طيب في كتير مراحل بقدر اشتغلها، بس بعرف انه كأساتذة بقلب صفوف انا ما فيني اطلب منكم هالقد، لانه بدي اكون واقعيه وبدي اعرف انه بقلب صفوفكم في اعداد كبيره، واكيد ما حتقدر الطالبه سوري المعلمه او الاستاذ يقدروا يعملوا هذا هالقد بالتفاصيل، الا اذا كنا عم نحكي بعدد طلاب صغير بقلب الصف والاستاذ او المعلمة عندهم حدا اسيستنت بتقدر تساعدهم بهذا الموضوع، بس انه بيقدروا يعني بيقدروا يطلبوا منه يتحضر لهذا النص كمان قبل بوقت. دونك فينا نجي بعد ما نعمل هول ستابس نقول لها سارة انت بعد لتسي بعد كريم وبعد هنا وبعد عزة دورك تقري، رح تقري هيدا المقطع من هون لهون وتحط لها اياهم بقلم. اوكي وتقول لها تمرني عليه، وبس انت تحسي حالك ردي قولي لي انه انا ردي، منه بتكون عطتها المسؤوليه انه هي تكون ردي لهذا الموضوع، ومنه حملتها المسؤوليه انه لا انت بدك تقري مش ما بدك تقري. في كثير اولاد عندنا هذا الكتف اللي ما بده كثير بيظهروا حتى بصفوف كبيره. سو فينا نعمل كل هدول الستبس.
إن شاء الله أكون قدرت جوابتكم شوي. يس مدام سمر عندك سؤال؟ تفضلي أستاذ سمر. إذا ممكن أكيد جاوبتينا thank you، بس كمان عندي بارت تاني لنفس المشكلة. حضرتك قلتي إنه she has to be integrated، يعني أنت عم تصري إنها تكون بصف في بقلبه regular students، وكتير حكوا عن self confidence إنه لازم يكون نقوي لهم ثقتهم بنفسهم هيدول حتى يقدروا يقروا. برأيك قدي بده ياخدها وقت لتلفظ أو تهجي الكلمة، وخاصة بعمر التسعة مثل ما قلتي وحيمرق عمر العشرة كمان قدام تلاميذ بيعرفوا يقروا بطلاقة، هل أنت مع الانتجريشن ولا لازم يكونوا بصف بدل ما نشتغل برا ونجيب لها شو لازم تعمل، نكون كل الوقت عم نعمل دريلينج للأشياء اللي بتساعدها تقرأ؟ أنا يعني مش إنه 200% مع الانكلوجن، حقهم يكونوا بقلب صف عادي. تتذكروا قلت أنا آخر مرة للأسف أولادنا هن بيعملوا adaptation على الكوريكولم، ما نحن بنعمل adaptation على الكوريكولم، عنا هذا الهاجس إنه بدنا نخلص المنهج. أنا معك إنه نحطها يمكن قدام أصحابها بموقف إنه هي ما عم تعرف تقرأ، يمكن بمحلات معينة يزعزع لها ثقتها بنفسها، بس صدقيني وكمان ما تخليها تقرأ قدام رفقاتها وتبقى بقلب الصف، كمان كتير حيزعجها هذا الموضوع. دونك هو سايف ذو حدين، انت هاو يو ابروتش القصص بتلعب دور اكيد، وانت كيف حاطه رولز بقلب الصف وتقبل كمان ممنوع. بدي اعطيكم اكزامبل صغير صار انا مع بنتي لما كانت بالكي جي 3. بصف بنتي لما كانت بالكي جي 3 كان في كتير طول، يعني كان في ولاد كتير 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 قصار، ولاد كتير 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 طوال، اوكي، وكان في نوع من تنمر، ما فيني سميه تنمر بهذا العمر، فيني سميه هذا عمر الولدنة، يعني ما بيعرفوا يتعاملوا. منكم علمت الصف بطريقتها المهضومة، وقفت سيركل كلهم، وقفتهم سيركل ومسكتهم ايديهم، اوكي، وصارت كل واحد يقول شو هو بحب بحاله بهالطريقة، وانه ما نعمل فوكس بس على الشيء اللي لاقيين والاخر انه مختلف. دونك اذا انت بالصف فارده قوانينك وما بتسمحي انه حدا يتعامل مع المتعلم مع اصحابه بطريقه غير، بعتقد الاولاد بيتعودوا وما بقى بيجربوا. وقلت لك ما فينا ما نخليها تشتغل بقلب الصف، اكيد الدريلينج برات الصف كتير مهم، لانه لحالها معلمه الصف ايد واحده ما بتسقف. دونك الاهل لهم دور والاخصائيين لهم دور والبنوت كمان هي عندها دور، لانه انت قد ما جبرتي او دلاتك تمرني والولد هو ما بده، ما في شيء بيخليك من بده صراحه. سو بدك تلاقي هذا البالانس. ما عندي انا ما عندي أسود وأبيض، عندي هذا الجري زون، إنه بدنا نلاقي البالانس بين هون وهون لنقدر نوصل، وما في حل هيك أفلاطوني اللي بيزبط. في بدنا نعمل تعديلات تكيفات حسب كل كيس وكل ولد وكل مدرسة وكل معلمة. طيب مالي بس سؤال، ليه ضد، يعني ليه العلم والتعليم بميل أكثر للإنتجريشن ما بميل للهوموجينيس كلاس اللي عم ينعطى كل تلميذ مثل التاني؟ بس سؤال، لأنه بعرف أنا قصة الإنتجريشن هي إن أكثر صح وبيأيدوها أكثر التربويين، بس ليه قصة أن تعمل سمول جروب عنده نفس المشكلة وتشتغلي معهم وبدون ما حدا يتنمر على التاني، ليه عادة عم بيكون التربويين ضد هالقصة؟ لأنه نحن الIQ تبع هذا الولد ما في شيء، يعني كل شيء إذا عم نحكي بالكيس اللي عندهم اضطرابات تعلمية، دونك نحن ما عم نحكي مشكلة IQ، دونك هو قادر يتعلم مثله مثل غيره،
بس الفكره انه عندنا مشكله بهذا المحل. طب انا اذا عندي مشكله بهالمحل ليه بدي الغي العوامل الباقيه كلها؟ ليه بدي الغي الساينس ياخذه بقلب الصف مثل رفقاته، والماث ياخذه مثل رفقاته؟ ليه بدي الغي انه هو جرامر بيقدر يحل؟ ليه بدي الغي انه هو لما انت تتناقش بقلب الصف كاورال اكسبريشن او كريدنج كومبرهنشن هذا الولد بيقدر يعمل؟ هو مشكلته بس بالقراءه. اذا مشكلتي بهيدي الشغله مثل واحد ما بيقشع بالعوينات بحط عوينات، انه نفس الشيء ليه بدي احطه بصف ثاني؟ لا مش هيك قصدي، مش رح احرمه من شيء ابدا، هياخذ كل المواد، هياخذ كل المواد اوكي الساينس والماث وايفريثينج، بس مع جروب صغير ومتجانس. ما في شيء اسمه تتذكري انه بس فهمت عليك. بدي ادخل شوي معلش استاذه عزه استاذه سمر، بدي اقول انه قد ما انت قلتي جروب صغير ومتجانس لا تجانس بين الاشخاص 100% خصوصا بوجود الفروق الفرديه اللي هي واضحه بين الاولاد الصغار، حتى لما تحطوا صعوبات لحالهم هن كمان ما فينا نشتغل فيهم بنفس الطريقه، كل واحد عنده درجه من هذه الصعوبه أو عنده فئة من هذه الصعوبة. فأنا مع أنه الفكرة أن الصف يكون مدمج مع كل الأشخاص ويكون في غرفة مصادر وغرفة دعم مع معلمين خاصة بهذه الغرفة، وعلى أساسها يتم دعم الصعوبة اللي بيعاني منها هيدا الشخص، بدل ما يصير في صفوف للسبيشال نيدز انتو هيك مسميينهم، وبالتالي ينحرم هيدا الولد من انه يندمج مع حدا ومنه يتعلم منه، يصير في تبادل بالقدرات افضل منه او مثله، او انه يعني ما نضلنا معتمين عليهم لحالهم فاصلينهم لحالهم حاسين انه هن عاملين شي جريمة يعني. فلا حق اي ولد اي متعلم انه يكون بصف دامج مع كل الاشخاص، وعلى الصعوبه بصير في شغل على الصعوبه لحاله. راح انتقل لحدا تاني، ريما بودياب، بعدين جمة سليمان، بعدين سحر بوسماعيل، بعدين عارف حلاوه. تفضلي ريما. بونسوار. أنا في عندي رأي بهذا الموضوع كمان بحب أنه أوضحه، أنه إذا نحن اشتغلنا على كل مجموعة لحالة وفصلناهم على رفقاتهم نكون نحن ركزنا على نقاط الضعف عندهم، ونحن بالخطة العلاجية الفردية بدنا نحط نقاط القوة ونبلش نشتغل على أساس نقاط القوة لحتى نوصل لخطة تأهيلية مناسبة. فإذا أنا بدي بس اشتغل ركز على نقاط الضعف حيكون عندي كتير صعوبة بهذا بالوصول لحل مناسب. حبيت شكرا لهذا الموضوع. شكرا لمرورك كريمة، اكيد انا مش فكر لي. تفضلي استاذه سحر. بالنسبة لهذه النقطة بالذات، من كم سنة كان عندي تلميذة من اللي كتير متعودين على، بس أكيد بصف أعلى بالصف الثامن، متعودين على كتابة التشات يعني بشكل مدمن، ما بيكتبوا عربي بطريقة أنه خلص صار أحرف الإنترنت هي الحروف المعتمدة عندهم. ولأنه نحن هدفنا مع تلاميذنا التكوين مش التلقين، ولأنه لازم بالصف البنت ما تكون مختلفة عن رفاقها وما نحسس هالبنت قدام رفاقها أنه تكون عرضة للتنمر، جربت معها خطوة خطوة مثل ما تفضلت مدام عزة، أنه أكيد هذا الشيء بده يتطلب وقت، بس أنا بلشت معها بهذه الخطوة أنه أعطيها شوية وقت زيادة، ومن قبل بيوم إلا حضري هذه الباراجراف كانت تكتب فوق الكلمة الكلمات على طريقة الإنترنت لمدة شيء أسبوعين أو ثلاثة لحتى تقراهم بطلاقة قدام رفاقة، لبعد منا صارت تعرف تحدد أي حرف بالذات، لحتى رجعنا من بعد منا نعمل من وراها نسخ وإملاء، حتى صار عندها اكتساب للكفاية وتقرأ بطلاقة. ما حسسنا أبدا أي حدا من اللي موجودين حدا بهذه النقطة، بالعكس عززنا لها ثقتها بنفسها وصارت من القارئات اللي كتير بالنسبة لوضعها كتير مميزة حد رفقاتها.
فكمان فينا نعمل عدة طرق لحتى نضوي على النقاط اللي هي بتميز فيها الولد، لأن ما في ولا ولد إلا له مفتاح. Thank you. شكرا. بدي حد بعد في تفضلي مدام جابون جمع سليمان ايه بونسوار مساء الخير يعطيكم العافيه جميعا بونسوار. نحن بنعرف انه في عده طرق للتدخل مع التلاميذ اللي عندهم صعوبات او عده سيستم اذا بدنا نقول، اللي منها مثلا البول اوت، يعني في مدارس بتعتمد هذا السيستم اللي هو البول اوت اللي بيطلع الولد بالمواد الاساسيه او اللي عنده ضعف فيها بيطلع على صف صغير وبينشغل معه. في عنا كمان سيستم اللي هو بيكون في غرف او صفوف صغيره ما بيتعدى عدد التلاميذ اللي بقلبها 6 تلاميذ، بيكون في عندهم برنامج خاص لهم. وفي كمان عنا سيستم اللي هو بيكون الولد اللي عنده صعوبات موجود بالصف مع التلاميذ الباقيين وعم بينعمل تكييفات خاصة لإله، أكيد بالتعاون مع فريق عمل متعدد الاختصاصات. بدي ما بعرف أسألكم أو برأيكم أي طريقة تدخل هي الأنسب أو الأكثر الفعالة أكثر مع التلاميذ اللي عندهم صعوبات، وهل نحن يعني جربنا هدول الطرق هل وصلنا لأنه نشوف النتيجة؟ يعني هدول الطرق كلها أي طريقة هي اللي ساعدت التلاميذ اللي عندهم صعوبات ليكتسبوا بطريقة أسرع ويكتسبوا أكثر؟ هل نحن وصلنا لأنه ندرس النتائج من وراء هدول الطرق اللي عم نستعملها؟ ما بعرف إذا منفكر سوا أو برأيكم أنتوا أي طريقة هي الأنسب للتدخل مع الأولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية؟ شكرا كثير استاذه جمع على مرورك. بفتكر استاذه عزه رح تجاوبك على هذا الشيء بالتفصيل، كرمال هيك نحن عاملين هذا السيسيون او هذه الدوره على 3 ايام، جزء اليوم وكمان التنين الجاي. اكيد هذا بيرجع لحسب نوع الصعوبه، وعم نحكي نحن اليوم عن الديسلكسي، واكيد عطت بعض فيني اقول الاستراتيجية المتبعة بهذا الخصوص، واكيد هي رح يكون عندها تفسير اخر. بس ترد عليكي رح ناخد عن قلاوة بالموضوع. بس بعد عندي شغلة بليز. كمان كان عم ينحكى عن الصف الصغير ونقال انه نحن عم نعزله الصف، يعني اللي بيكون عم بيستوى العدد التلاميذ فيه ما بيتعدى 6 تلاميذ. كان عم ينحكى انه ليه نحن بدنا نعزله ويكون بهيك صف بعيد عن اصحابه. كمان انا بشوف يعني اللي عنده صعوبات بالذاكره، ذاكره السمعيه والبصريه، واللي عنده صعوبه بالانتباه والتركيز، واذا بدي افكر اكثر بالذاكره، عنده صعوبات بالذاكره، هدول الصعوبات هن ما يعني ما بيكونوا بس مثلا بالعربي او بالكتابه او بالقراءه، هيدي الصعوبه بتكون عم بتاثر على كل المواد اللي هو عم بياخذها. يعني حتى كمان بالقراءة، إذا عنده صعوبة وعنده ديسلكسيا بالقراءة كمان حتأثر على الساينس، لما بده يجي يقرأ ساينس ما حيعرف، لما بده يقرأ تربية حيكون عنده صعوبة. يعني هيدول الأولاد اللي عندهم صعوبات في يقول شديدة بمطرح، هيدول الغرف اللي فيها عدد من الأولاد قليل، أنا بشوف أنه بتساعد كتير هدول الأولاد، يعني إحنا ما عم نعزله. بدي أطشك لقلك أنه نحن صفوفنا اللي لازم تكون ستاندار واللي هي قابلة للتعلم ما لازم يكون فيها أكثر من 15 ولد بالصف.
لما يزيد هيدا العدد مش معناتها انه عملية التعلم والتعليم ماشي صح، يعني معناتها في مشكلة. وللأسف انه المدارس بتزيد عن هيدا العدد لضيق الصفوف لكتير من الطلاب لكذا كذا من هيدا الموضوع، واكيد رح يكون في تفسير بخصوص التربية المختصة مع استاذة عزة. بس انا كتربوية بقلي انه نحن ممنوع اصلا، او انه يمكن من 15 ل 25 ولد بقلب الصف هيدا الستاندار المقبول فيه لنقدر نتوصل لعملية تعلم وتعليم. اكتر من هيك مش مقبول انه يكون في بالصف التلاميذ حتى لو كانوا من صعوبات او غير صعوبات. واكيد بالنسبة للجزء الخاص بالتربية المختصة اكيد استاذة عزة الى اجابة مفصلة على سؤالك. رح انتقل لاستاذ عارف حلاوي، تفضل. Good evening ويعطيكم العافية وثانك على المعلومات القيمة. أنا بدي أدخل بموضوع بسيط يلي هو كتير مهم الانتجريتد، الصفوف الانتجريتد، بس كمان لازم يندمجوا بالكوريكولم العادي. يعني كتير ضروري تمرج دي ستودنت ليكونوا عم بيتأقلموا مع وضع الصف. هيدا الشيء كتير بيساعدهم بالكونفيدنس لإلهم، بطريقة تعبيرهم كتير بيكتسبوا، يمكن بطريقة تصرفهم، بطريقة تعاملهم، بطريقة كيف عم بيفهموا رفقاتهم. يعني في تلاميذ بيكتسبوا من رفقاتهم أكثر مما بيكتسبوا من الـ private teachers أو teachers بالصف. يعني أنا بدي أحكي عن موضوع تاني كمان as a math tutor، يعني ما حأحكي أنا عن الـ comprehension. لحظة شوي أستاذة سيهام، نحن شايفينك بس بليز معلقة عندك أو ما بعرف شو، لأنه الأستاذ عم يحكي وفي كتير أصوات عم بتكون عندك من رفع الإيد. لو سمحت أستاذ سيهام نبطل نرفع إيدنا لأنه مرفوعة وشايفينك. تفضل أستاذ عارف. أوكي، الموضوع الثاني اللي بدي أحكي عنه أنا as a math tutor ما حاجي أحكي عن الكومبريهنشن. نحن فينا نفصل الأسئلة بطريقة أبسط بستابس أكتر، وما تدخيل موضوع بوكس بآخر الامتحان بيبقى فيه رولز. نحنا هدفنا يكتسب ويعرف طريقة الحل أكتر من ما يحفظ رولز، ويعني بهدفنا هو to apply، يتعلم كيف طريقة عم بحل. فكتير مهم الانتجريتد كلاس، كتير مهم كيف كمان يندمج بالصف لأنه كتير بيأثر على طريقة تصرفه، يمكن بخفف من عدوانيته أحيان، وبيشوف حاله عم بيتطور بينه وبين التلاميذ الباقيين. Thank you. شكرا لمرورك الكريم. أكيد نحن منوافقك الرأي بكل شيء قلته، بس أكيد إلى تفسير علمي عند عزة، بنتظر للآخر لنسمع رأيها. رح ناخذ أستاذة سهام لأنها مصرة على الحكي، تفضلي أستاذة سهام، وبنرجع مع عزة وآخر سؤال مع أستاذة سهام، وإلا هيك بنصير بدنا 20 يوم للسيسيون مش 3 أيام. تفضلي سهام. استاذه ما بعرف، فينا نبلش استاذه عزه وننتظر لتكون معنا، يمكن صار عندها مشكله. تعرفوا السسبنس. طيب انا لجاوب مدام جما. اوكي هول الاسئله اللي سالتهم حضرتك انا تركتكم يهون لثالث سيشن اللي هي بابريل 22، اللي هو اي نوع تدخل هو الأزبط أو الأفضل للأطفال. لح أحكيكم أنتو ديتيلز بالتفصيل أكثر عن التربية التقويمية التربية المختصة، عن الأخصائي النطق واللغة، وعن النفس حركة، وعن الـ IEP الخطة الفردية. أحكيكم عن دور الأهل ودور المدرسة، وأحكيكم عن الامتحانات الرسمية وشو التعديل التكيفات اللي بتصير. دونك أنا بس هيك لشوي جيبكم بعد لأبريل 22، هول كلهم حجاوبك عليهم. بس حقلك شغلة، قلت لك انا بامن انه ما في شيء شو بيقولوا ريدي ميد للولاد كلها. دونك ما فيني انا اقول لك والله اللي بيمشي على مدام جما بيمشي على مستر عارف او بيمشي على عزة او بيمشي على مدام هنا. سو ما فيني اقول يعني من خبرتي صار لي 20 سنه انا بشتغل بهذا الدومين. انا بعرف بالبول اوت سيشن وبالاسيستنس والنوتيفيكيشن، وبعرف بالصفوف الصغيره وكل هدول الاشياء. وفيني اقول لك انه كل واحد فيهم
له حسناته وله الأشياء اللي لازم تتزبط فيه، وكل ولد بنقدر نعمل له شيء بفيده أكتر. أوكي سو يمكن بعتقد فهمت علي مدام جمة، وأكيد أكيد أنا كعزة ما بحق لي أيمون، بحق لي أعطي من الخبرات ومن خبرتي ومن الخبرات اللي شفتها ومن الأشخاص. يعني حكبر حالي كتير وقلكم أنا في كتير شباب وصبايا تخرجوا من عنا بالمدرسة وكانوا عندي بالدبارتمنت، وفي منه فاتوا جامعات وفي منه راحوا مهنيات وكل هذا الشيء. سو أكيد بتالت ساشن حنحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع، بس كرمال فوت أكتر بالشغل خلوني أنقول إذا بتسمحوا لي أكيد على بدنا نعمل هلأ، بس حاعطيكم 5 minutes. أوكي حنعمل امتحان، حاعطيكم امتحان. أوكي شايفين؟ yes. أوكي هيدا نص. أوكي ضيعتي حنعطي لتلاميذ grade 4 اللي هم سارة بيناتهم. أوكي طلعوا فيه للنص. هلا اكيد حفرجيكم الاسئله من بعده وانتم بدكم تجربوا تعدلوا ليلى ساره. يعني عندنا الاسئله في فهم التحليل، الى من يوجه الكاتب كلامه وماذا يصف، استخرج من المقطعين الاول والثاني الحقل المعجمي، ما هي الصفات التي اعطاها الكاتب لسكان ضيعته، بما يتميز تتميز قريتك، واربط الكلمه بضدها المناسب. اوكي سو بدي تعدلوا للامتحان لسارة، وبدي انتوا عم تعدلوا تقسموا لي تحت عنوانين كبار. اوكي العنوان وتعرفوا لي شو هن العنوان، يعني في شغلتين فينا نغير فيهم، بقلب هول الشغلتين في سب تايتلز فينا نغير فيهم. دونك شو فينا نعمل لما نشوف هيك امتحان لسارة، وكيف فينا نغير بالأسئلة بطريقة تقدر هي لأنها عندها عصر بالقراءة تقدر تجاوب على الامتحان بطريقة مستقلة وما تسأل تضطر المعلمة تقعد حتى كل الوقت. سو معنا 3 دقايق. أوكي والأشخاص اللي في 60 شخص ما بدي أسمع صوتكم وقال لها حفوت أنا ونقي أسامي راندم لي لكم تعطوني رأيكم. بس اوكي انا اوكي يلا اوكي يا هذا النص again. سوري بس الخط كتير صغير، اذا فيك بس تكبري او تفتح ال البرزنتيشن الشاشة. ما بقدر افتحها لانه جوجل ميت عامل لي هلكني. يلا هذا النص بين عليكم تبينوه او تقشعوه هيك، لانه لما نعمل سلايد شو عم بتروح الامور. بفتكر هلا صار شوي واضح. جربي من عندي كعبير اعملي زوم لتقل اوضح شوي. ثانك يو. اوكي بس بدكم ياني اقلب على الأسئلة بليز قولولي. هلأ 10:04 بدكم أكيد 5 دقايق، دوك على 10:10 بلش بخد الإجابات. أوكي فينا نرجع نعيد شو المطلوب كرمال بركي في حدا ما كان سينا. هيدا امتحان لغة عربية بدنا نعمل له تعديل وتكييف لسارة البنوت اللي عمرها 9 سنين اللي عندها عصر في القراءة بطريقة تقدر هي تجاوب باستقلالية وبأقل تدخل من المعلمة الصف. فينا نشوف الأسئلة؟ تكرم عينك. واضح الأسئلة؟ واضحين؟ Yes.
3 minutes left. أنا بهذا الوقت بدي أرجع أتشكر أستاذة عزة شويكي واللي هي حاصلة على ماجستير بالتربية المختصة من جامعة القديس يوسف من بيروت، عندها 20 سنة خبرة بالتعامل مع الأهل والمتعلمين والمعلمين والخبراء ورؤساء الأقسام في المدرسة، إضافة إلى 13 سنة هي مسؤولة قسم الدمج بمدرسة خاصة في بيروت، وهي أم لطفلين. أكيد نحن عم نفخر أنه هي موجودة معنا اليوم بكل هالخبرات لتقدم دورة أكثر ضرورية، خصوصاً من بعد الصعوبات اللي موجودة عنا بمدارسنا وبصفوفنا العادية قبل المدارس اللي هي مدارس دامجة أو اللي هي مدارس في عندها قسم للصعوبات. بتشكر كل اللي عم يحضرونا من أصدقاء المركز الديمقراطي العربي، إن كان مباشرة معنا عبر الاجتماع بجوجل ميت أو حتى على صفحات المركز على يوتيوب على فيسبوك أو على كل الصفحات. وأكيد بدي رحب بكل الحضور الموجود من أصحاب الاختصاص، من الزملاء، من المعلمين و الأشخاص اللي مهتمين بهذا الموضوع من لبنان ومن العالم العربي. والشكر الأكبر لأستاذة عزة لهالتقديم المحترف وهالمضمون المتكامل أكيد، واللي نحن مرق فيه نهار التنين السابق وهذا اليوم التنين، وسنكمل أكيد التنين المقبل إن شاء الله بنفس الموضوع ولكن بمحاور جديدة. ما بعرف إذا صار الوقت، أنا رح أترك عند عزة. أوكي، 1 minute left. أنا حأنقل لشوفكم بس. أوكي. حدا بعد بده يشوف الـ presentation ولا مش الحال؟ مين ردي؟ في مدام سحر و مدام علا، بس أنا مدام سحر ومدام علا اسمحوا لي بدي زعبر شوي، عارف إن أنتوا عم تشاركوا مدام سمر، مدام عبير كبة تفضلي. أكيد اللي عملته أستاذة عزة هو للتشجيع فقط ولكن أكيد لا مش من أصل أبداً ما بنعمل تمييزنا نحن لانه ندوه ونحن لانه جاهزين كبار وبس لنحن نسكن، لانه عن جد في 62 اسم اذا انا بدي شيل حالي وشيل عزه يعني 60 اسم هلا ما بنسمع غير صوت 3 4 5 6 وفي اشخاص عم يكتبوا على الشات انبوكس، فنحن عايزين الكل انه نسمع صوته. يلا ناطرينكم. أكيد أنا ما قصدي أحرج حدا مدام سحر، قصدي أنا بحب أسمع الكل وما في أجوبة غلط أو أجوبة صح، لأنه من النهاية إحنا هون كنا موجودين لنتشارك المعلومات والخبرات. طيب هاتركك بريحتك. مين في بعد؟ في مدام ليال. أنا بدك يعني يكون عم بعمل تكييف للأسئلة. ايه مدام عبير ايه يلا من بعد اسمك اكيد يعني. اوكي انا بالنسبه للسؤال الاول حطيت انه اضع دائره حول الاجابه الصحيحه فيما ياتي، انه وجه الكاتب كلامه الى راضيه او رضا، او وصف الكاتب مدرسته او ضيعته، او رجعت بالسؤال الثاني طول الحقل المعجمي حطيت أنه ألون الكلمات والعبارات التي تشكل الحقل المعجم المتعلق بالطبيعة في ضيعة الكاتب. أوكي وبالنسبة دونك أول واحد حطيتي له بس لأعمل ريكاب، أول واحد حطيتي له ما حطيتي له multiple choice. أوكي إيه
اوكي، وثاني واحد طلبتي هذا بدل ما تستخرج تلون. لون. بيرفكت، اوكي. ثالث سؤال. بالرقم ثلاثة فينا نكون عم نحط نعملها مثل ترسيمة يعني لهو للسؤال، ونكون عم نحدد بقلب بقلب المقطع الكلمات أو الصفات بلون مختلف، أو نكون حاطين شحطة مثلا أوكي. تحت الكلمات. وبآخر سؤال مش مبين عندي كان صراحة شو ما هو شو. بما تتميز قريتك، وفي أربط الكلمة بضدها المناسب. في يكون عم حط بما تتميز قريتك، في يكون عم حط كذا احتمال، وفي هو يكون عم حط صح أو خطأ على الجواب الصحيح. أوكي، والكلمات ضدها. إيه هو أربط الكلمة بضدها المناسب. في يكون عم حط صور مثلا حسب الضد اللي تقول الكلمة، في يساعده بصورة مثلا. اوكي جريت، ميرسي بوكو دوريا، اهلا وسهلا. اوكي يلا مدام ليال. طيب لو تسمعني في مدام ربا، حدا جديد. يلا مرحبا مدام عزة. أول شيء أنا بلشت من النص. النص أنا فكرت فيه لأنه عنده صعوبة. مثلا اخترت مثلا في اخترت لك ضيعة، بحط له صورة ضيعة، يعني ببلش بالرموز قبل، يعني ببلش بسط أول شيء بالنص، بحط لها صور لكل كلمة. مثلاً في عندي في ضيعتي بالمقطع الثاني السطر الثاني عن طريق العين، بحط لها العين وحدا عم بعبي مي. أوكي. ها أول شغلة. وبالنسبة للأسئلة بستعمل الأسئلة الموضوعية أكتر. بستخدم شو قصدك يعني بالموضوعية؟ الأسئلة الموضوعية اللي هي فيها open أكتر، open questions أكتر. يعني بختار الأربط مثلا مثل السؤال رقم 5، أربط الكلمة ضدها بضدها المناسب، بقدر حط لها إياهن أملأ الفراغ مثلا. أوكي. بحط الكلمات أوكي. وبحط لها هي بحط مثلا اعرف، هي مكتوب مش واضحه كثير عندي، هي اعرف ايه هي بدها ضدها اجهل. اوكي بحط لها اياها بملتي مش مالتيبل تشويس، باملا الفراغ. اوكي جيد. اوكي جريت، ثانك يو، ويلكم. اوكي في حدا بعد؟ اوكي طيب للاشخاص مدام هنا فيني انا الاشخاص اللي اوريدي عم يحكوا اوكي مشان نسرع ونفوت ب باشياء تانية تكون حكينا بعد اكثر. حنقسم التعديلات والتكييفات بشقين اوكي. نفوت على النص. دونك اول شيء نحن بنشتغل على شكل النص، الفورمات تبع النص. سو اللي قالوه كثير مزبوط. اول شيء بنشتغل على الفونت، بنشوف اذا انا هون مكبرت تكون الخط. سو بنشوف الولد يكون نظريا الورقه مريحه اوكي. سو بدنا نشتغل على الفونت، ما في يكون حاطي له 11 و12 للولد اللي عنده صعوبات، بده يكون اكبر، الشكل اكبر، السبيسينج بين الجمل بده يكون اوضح اوكي. هذا اذا عم نحكي كشكل اوكي، بعد ما بلشنا لا قراءه ولا شيء. دونك الفونت السبيسينج بدنا نشتغل عليه. ومهم كثير انه ورقه الاسئله، ورقه النص ما يكون وراها الولد يبرم، ما يكون عنده ورقة الأسئلة
اوكي، لانه ذا فاكت انه بدنا نبرم الورقه كل الوقت حنضيع تركيزنا. سو ورقه النص لحالها، ورقه الاسئله لحالها، هي اذا بدنا نحكي بالشكل. اوكي، هلا اذا بدنا نحكي بالمضمون اللي قالته انه نفوت صور كثير مهم لنسرع عمليه القراءه والكلمات، يعرف دغري يعرف انه هاي صوره ضيعه، هاي صوره عين. اوكي، وفينا كمان بعد ما نكون اطلعنا على الاسئله، اذا شفنا الاسئله وعرفناهم شو هن الجمل اللي زياده واللي ما لها اسئله عليها، فينا نشيلهم بلا ما نكون عم نغير بمحتوى النص، بلا ما نكون عم نغير بالفكره اللي بده يوصلها فكره النص. اوكي، سو فينا نلعب على الشكل، فينا نلعب على نفوت صور، وفينا نخفف من كميه المعلومات، خاصه اذا ما حينسال عنه للولد هدول المعلومات اللي خففنا منهم او الاشياء اللي قطعت. اوكي، كرمال لأنه هي عندها عسر بالقراءة، فينا نعمل شغلتين. فينا ينسجل النص وتحط هاتفون وتسمعه للنص، أوكي؟ هي واحد. أو فينا المعلمة الصف حسب كل مدرسة وعنينا تقرأ لي، أوكي؟ ليكون صار عندها فكرة البنت عن شو، لأنه عادة عم تكون الذاكرة السمعية عندهم قوية معودين، سو بس نقرأ لها تقدر تغري تحفظ هدول المعلومات، أو نسجل لها إيه أوديو. أوكي، هيك بنكون ما حطيناها بسترس إنه هي عم تقرأ، لأنه هون ولا تكون عنا أسئلة حول النص، هذه المهارة مش مهارة قراءة، هي مهارة أكتر نجاوب عن أسئلة لها علاقة بالنص. سو فينا نعمل هيدا الشيء. هلأ كرمال الأسئلة أكيد اللي قلتوه كتير مهم، فينا نحط multiple choice، هي واحد. فينا استخرج من المقطع الأول والثاني بدل ما المتعلمة تطلع بالنص وتتعرف وين المقطع الأول والثاني. أول شيء النص مش محطوط وين الأول والثاني، فيكم ترقموا الأسئلة، يعني فيكم واحد يا ترقموا الأسطر يا ترقموا المقاطع. دونك لما حطينا بالسؤال استخرج من المقطعين الأول والثاني، البنوت ما أنا عارفة أي الأول وأي الثاني، يا بتجيبوا المقاطع بتنزلوهم لتحت السؤال، ساعتها ما فيها ما بيكون عن ضيع وقتها لترجع على النص وتفتش على المقاطع، بيكونوا المقاطع قدامها. أوكي، وبتحددوا له نستخرج الحقل المعجمي، يعني الحقل المعجمي فيه يكون 10 كلمات 15 كلمة واللي بيخلق استرس للولد. فينا نقول نستخرج 5 عبارات أو كلمات أو مفردات لها علاقة بالحقل المعجمي تبع الطبيعة، ونحط المقطعين تحت السؤال. أوكي، هذا اللي فينا نعمله. الصفات التي أعطاها كمان بالمقطع الرابع حسب كل ولد ولده، وفي ولاد بيقدروا يعملوها، في ولاد بدنا ننزلهم المقطع الرابع نحط تحت السؤال. أوكي، أو فينا نحط له مجموعة الصفات وهن لازم يعملوا سيركلينج على الكلمات اللي لها علاقة على الصفات اللي بده إياها الكاتب. أوكي، هلا بماذا تتميز قريتك؟ يعني هيدا ما بقدر أنا، هو أصلاً إذا بتشوفوا بالبرام أو عملية التصحيح بيكتبوا الأسئلة الأجوبة بتتغير لأنه من ولد لولد. سو فينا تكتب البنوت مثل ما بدها، وما نحاسبها على الأخطاء الإملائية، فينا نحاسبها على الفكرة. أوكي، أو فينا نحط لها بوكس مثل ما قال أستاذ قبل، نحنا فينا نحط بوكس بقلبه عبارات وهي تعمل جمل لها علاقة بهول العبارات. أوكي، سو هذا فينا نعمله. والكلمة بضدها بهذا المحل، أنا بالنسبة لي فينا نحط صور حد الكلمات لا يقدروا يعرفوا معانيها. أوكي، سو هذا اللي فينا نعمله للتعديلات التكييفات. ونصيحة مني أنا بعد هالخبرة، مهم كتير تحطوا قدام الامتحان شيء اسمه accommodation checklist، اللي هي ورقة بتقول أنتوا شو نوع التعديلات وشو نوع التكييفات اللي عملتوها لهذا المتعلم. ليش؟ لأنه الأهل
بحق الأهل بحق لهم يعرفوا شو تغير بقلب النص، شو تغير بالامتحان، ويعني بدكم تحطوا تغير الشكل، تغير المضمون، نعطى صور، نعطى multiple choice. فينا كل هون نحط لهم الأهل نعمل مثل كيو سكويرز ونعمل تكي عليهم، وفي بارت بهاي الورقة اللي هو شو معلمت الصف ساعدت. دونك نحن يمكن نبعث توصيات انه معلمت الصف بليز اقري لها، اعطيها اكسترا تايم لهي البنوت، اقطعي عليها كل الوقت، ميك شور انه هي ماشي حالها. سو في بارت للمعلمه فيها تعمل تكي عليه انه انا قريت لها، انا اعطيتها اكسترا تايم، انا اعطيتها بريك مثلا. هول كلهم فينا نعملهم نحن كرمال نكون عم نأمن انه نقدر نكون عم نكون مثل هيك شو عم نشتغل بطريقه شموليه مع هيدي البنوت. اوكي سو نرجع بلخص، يكون في ورقه اسمها accommodation checklist بنحط قدام كل امتحان، اللي هي بتبين للاهل انه شو نوع التعديلات والتكييفات اللي عملتوها وقديت ساعدت بقلب الصف، وفيها تكتب المعلمه ملاحظاتها وتمضي المربيه التقويميه اللي عم تساعد كمان او المربيه المختصه. والامتحان بدنا نشتغل على شكله، هي واحد، وبدنا نشتغل كمان على المضمون حسب كل ولد. دونك انا اللي عم اعطيكم اياه عم اعطيكم امثله كثير، ما في شيء ريدي ميد لكل الاولاد. دونك في حسب في فروقات، في اولاد انشغل عليها كثير بتقدر توصل تشتغل لحالها مستقله، وفي اولاد بعدنا مشتغلين عليها، في اولاد يمكن ما بتعرفوا بعد انه عندها صعوبات بس انتم شاكين. سو فينا حسب كل ولد وبولده، يعني نحن هلا كلنا مع بعضنا ولا حدا بيشبه الثاني، دونك بدنا نشوف كل شخص بشخصه. اوكي حدا عنده اسئله قبل ما انا ولا علي بعده؟ أنا عندي مضايقة صغيرة لو سمحتي. دايماً المدارس وبعض المسؤولين عن اللغة العربية بيضيعوا بالكمبيتانس الأساسية أو الكفاية الأساسية للتقويم اللي عم ينعمل. يعني التقويم اللي شفناه اللي هو نص وأسئلة، مش الكمبيتانس الأساسية منه هو القراءة، الكمبيتانس الأساسية منه هو فهم القراءة والتعبير الكتابي. يعني فإذا نقرا شلنا هيدا الجزء اللي كتير صعب على اللي عنده صعوبة تعلمية بالقراءة أو صعوبة بالقراءة أو عسر في القراءة. وأكيد لما ينعملوا الأسئلة بالطريقة اللي حكيت عليهم الأستاذة عزة، بطريقة أسئلة دقيقة شاملة أو واضحة تحتمل إجابة واحدة وهي تحاكي التفكير أو الفهم أو التطبيق أو التوليف أو التصنيف اللي هي عندها إياها البنوت اللي عم نحكي عنها أو أي متعلم آخر، فبالتالي أكيد رح ينجح بالامتحان وسيبدع بهذا التقويم، وبتكون علامته ما بينقصها شيء ابدا عن علامه. اذا بدنا نرجع نجي نقيس علامه، للاسف انه نحن بعدنا بسياسه علامات، ما بينقصها شيء ابدا عن باقي المتعلمين بقلب الصف. فكل حدا بنعطيه حسب قدرته حسب حاجاته. وانا كثير انبسطت بهيدا شو بقولوا التمرين، اللي هو هيدا اللي نحن ناطرينه، انه انتم كمعلمين بقلب الصفوف هيدا الأهم، كيف بدنا نشتغل مع هول التلاميذ وكيف بدنا نعمل هيدا التكييف. أكيد الحل كان أكثر من مناسب. أكيد طبعا في عنا سؤال من حدا بدك ناخده أو بننتقل لسلايد؟ هلا أنا إذا بننتقل على سلايد حنكون خلص، يعني بدنا بعد ما حكينا بعد ديسكالكوليا ولا ديسكرافيا وقربنا صوبه يمكن نطول نصير. فينا ناخذ زبطك سؤال واحد ومن بعدها بنكفي. تفضلي استاذه سمر، مستعجله بدها تسال، تفضلي. انا كثير مبسوطه عن جد انه هالقد في حماس عنا اليوم. دائما مستعجله لانه كثير بتهمني هالامور. لاحظتي دكتور عزة انه بعد ما خلصوا الفايف مينتس الكل توجهوا للسؤالات وتركوا النص، بينما انت اساس المشكل قلتي لنا انه هي تلميذي عندها ديسلكسيا، يعني سواء سجلت لها النص عملته لسنينج بدل ما يكون ريدينج او صغرته او قللت من الباراجرافز، انت برايك قريت؟ انت بلشتي معنا بمشكله هي انه عسر في القراءه، وكلنا بنعرف
عسر في القراءة، يعني لو عطيتيها فلاش كارد بقلبه كلمة بتضلها دقيقتين أو ثلاث دقايق لحتى تهجيها لحتى تقراها. فأنا اللي لاحظته زحنا عن الموضوع الأساسي، بس إذا نحن أخذنا pure comprehension وفهم للنص، إيه ساعتها بقبل إنه في بسجل للنص، بقرأ لي على صوت عالي، بحط صور، بكبر الكلمات، بقلل الباراجرافز. أوكي، يعني عملنا كل شيء ما عدا المشكلة الأساسية اللي أنت بلغت فيها اللي هي العسر القراءة. هل قرأت هيدي البنت؟ أنا مشان هيك مدام سمر وقتها أول ما عرض دراسة الحالة قلت إنه أول شيء عم نحضر درس، وتاني بارت بدنا نعمل امتحان بقراءة وفهم النص. وقلت بتتذكري وقتها كنت عم أقول إنه فينا إذا نحن بدنا نسمع لهالبنوت قراءة لازم تتحضر قبل ونعمل نعطيها وقت وكل هيدا الأشياء. بس هيدا بهذا الأكسرسايز اللي أنا هلا عم أقوله هو فعليا امتحان فهم نص، بس هي من خصائص البنوت انه عندها عسر قراءة، دونك هي اكيد صعب عليها تقرا الاسئله، صعب عليها تقرا النص، بس انا ما عم امتحن قراءتها، انا عم امتحن فهم النص عندها اكثر. اوكي تمام، يعني اتفقنا، يعني نحن المشكله ايه؟ لا معك حق، هي كومبريهنشن مش ديسلكسيا. yes. وهي ما بتقدر تهجي وتقرا. Very good. هلا انت اذا عبال اذا سمر هي المشكله ديسلكسيا وما بتعرف تقرا، ولكن الاوبجكتيف او الكومبيتنس كان عندها الاستاذه عزة انه عندها نقص في فهم القراءه. في فهم القراءه نحن لا نحاسب المتعلمه على عسر قراءتها، نحن نحاسبها على مدى فهمها للنص. عشان هيك كيف تستطيع هي المشكلة بعد كيف تستطيع أن تفهم إذا كانت غير قادرة أن تقرأ؟ لذلك تم تكييف النص بحسب الأشياء اللي قالتهم، البروسيدور اللي قالتهم أستاذة عزة، أنه نحن بنسمعها إياه أو نحن بنقرأ لها إياه، وهي بتقوم حتى أنه نحن بنخفف لها من عدد الأسطر للنص، بنكتب لها إياه بخط أكبر على ورقة أكثر، نترك مساحات بين اللاين واللاين لتكون هي مرتاحة نفسياً، وبعدين الأسئلة تتحول إلى أسئلة موضوعية دقيقة تحتمل إجابة واحدة فقط لغير. بهيدي الطريقة بتكون انت عرفتي اذا هي فهمت اللي سمعته او اللي قريتي لها اياه. بينما مشكلة I fully agree انه كان skill comprehension. صحيح، fully agree. اوكي. Yeah. بينما مشكلة القراءة اكيد هيدي شو بيقولوا سيناريو طويل بالعلاج يعني، واكيد رح ترجع تعرضهم وقالت شوي منهم ورح نرجع نحكيهم، بس الاسئله اللي انتم عم تسالون عم تاخذوها دائما على مطارح، يعني عن جد هيك ما رح نخلص، وعن جد كثير غني بالاسئله. يمكن هيدا المهم انه نرد على اسئلتكم، ولكن نحن مضطرين بعد نمشي على ديسكالكوليا وديسغرافيا اللي هن كمان من الصعوبات كثير مهمين. ممكن بس كلمة واحدة بدي أطلب منكم، بدي يعني عندها خبرة 20 سنة دكتور عزة، وإذا ديسلكسيا ولا ديسغرافيا ولا كالكوليا مس كالكوليا كلهم يعني عندهم نفس الكرايتيريا، يا ريت نشوف طريقة التدخل أكثر من التعريف. هي هيدا اللي رح نجرب نعمله. أنا بس بدي أقول أنه بعد في عنا تقريباً 20 minutes لتخلص الدورة لليوم، فخلينا ناخد كم المعلومات من عزة قد ما بنقدر، وأكيد خلوا الأسئلة للآخر. أنا هيك يعني هيك بقترح كرمال نشهر. تفضل يا أستاذة. أوكي، هلا أنا كنت عاملة ريكاب، ما بقى حاعمل هذا الريكاب مشان ننتقل على اشياء تانية. دونك هلا احنا بدنا نفوت على الديسكالكوليا، اوكي، اللي هو عسر الحساب عند الاولاد، اوكي، مثل الديسلكسيا بس له علاقه بالارقام، اوكي، وكل شيء معادلات رياضيه الاولاد عندهم مشكله فيها. هلا
حقول بسرعة. مش أنا انتقل سوري. أوكي سو هو عندهم صعوبة بأداء العمليات الحسابية، أوكي، صعوبة بالعد، صعوبة بتحديد الاتجاهات، صعوبة بقراءة الساعة ذات العقارب، صعوبة بتقدير قيمة الرقم، وصعوبة بربط الرقم بما يمثله يعني الكوانتيتيز. أوكي هلأ حسب الدي اس ام 5، أوكي هو الولد عنده مشاكل بالتعرف على قراءة الرموز الرقمية أو العلامات الحسابية وتجميع الأشياء في مجموعات. في عنا مهارات الانتباه أنه ننسخ أرقام وننسخهم بطريقة صحيحة ونتذكر كل شيء الأرقام المحمولة لما بنعمل addition أو subtraction أو أي شيء، وأنه نتبع steps. يعني خاصة لما بتشوفوا بالproblem solving عنا كتير مشكلة أنه الولد إذا في multiple steps بده يحلها ليوصل للجواب الأخير كتير صعب. واللي أكتر شيء بسمعه بنقوا عليه الأشخاص هو جدول الضرب المالتيبليكيشن تيبل اللي خلق أزمة عند الـ عند الـ الأهل، خاصة أنه الأولاد ما بيقدروا يحفظوا. أوكي هلأ شو سبب هالحالة؟ أنا بسرعة أقطع عليهم. اضطراب جيني بناء على هندسة في الدماغ، جينية في الدماغ، وكل شيء بال كل هي اضطراب وموجودة بخلل بقلب النير مثل ما قلنا. مثل ما بنتذكر كل شيء له علاقة باضطرابات تعلمية، معدل الذكاء عندهم طبيعي، ما عم نحكي بمعدل أقل من الطبيعي، وعادة ما بتبين إلا بصفوف يعني من تقريبا بتحسوا صوب grade 2 وطلوع بتبلش عن جد كتير تبين لما بيكتروا المعلومات وبيكتروا الأشياء بقلب الصف بالماث، ببلشوا ببينوا عنا هدول الصعوبات. شو أبرز المظاهر اللي عنده إياها؟ صعوبة بتذكر حقائق الجمع، صعوبة في عد الأشياء بدقة، ما بنقدر نجمع أو ما بنقدر نعمل doubles، ما بنقدر نعد لورا، جدول الضرب كتير صعب عليهم، أكتر شيء بيحفظوه اللي هن الهينين 2 وال5 وال10 أو ال0 وال1. أوكي ما بيعرفوا إذا أجوبتهم صح أو لا، بيعطوا random answers يعني. اوكي ما بيعرف شو ستابس اللي لازم نعملها. بالموني ما بنقدر نعمل بالموني، كثير بيتوتر وقت العمليات الحسابيه، ما بيقدر يعمل منتل ماث او يعني الاشياء مثلا بتسالوا اسئله في ولاد لهم بيقدروا بسرعه بيعملوا مثلا 5 بلس 1 بيلاقوا عم يعمل 5 وبيرجع بيعد ال1 ليقدر يعملها. اوكي ما بيقدر يعمل اديشن سبتراكشن، مثلا بتشوفوا حاطين انتم حاطين ماث ايكويشن وبتشوفوا انه ما انتبه ايام على الماينس او ما انتبه على الاديشن، فبيقول لك اوبس ما شفتها او ما عرفتها، بيعمل الماينس بيعملها اديشن، الاديشن بيعملها ماينس. اوكي وهي عاده مثل ما قلت بتبلش بالسن مؤخر لانه ليكون اكتسب الاشياء اللي قطعت عليها قبل. كيف منشخص؟ اوكي بنراجع سجلات الاكاديميه للولد وكيف كان عم يكون بالامتحانات، بنشوف طبعا تاريخ العائله وبنشوف امتى بلشوا العوارض تبع عسر الحساب بالمدرسه بالبيت. اوكي بنعمل امتحانات وبنشوف اذا الولد عم يقدر يعمل جمع طرح ضرب اسمه حسب الليفل اللي هو فيه، بنشوف المنتل ماث تبعه، بنشوف اذا فهمان المصطلحات الرياضيه، يعني مثلا في كلمات معينه لها علاقه بالادشن، في كلمات معينه لها علاقه بالسبتراكشن، في كلمات معينه لها علاقه بالمالتيبليكيشن، بس ما بنقول كلمه مالتيبلاي، ما بنقول كلمه ادشن، وبنشوف اذا هو فهمان الكونسبت تبعه الاشياء واذا بيقدر يتذكر الكونسبت. اوكي ونحن مش عم نحكي بسكيل ولد استصعبه لما نكون عم نقول انه عنده مشكله بالماث، مش مهاره استصعب انه هو يشتغلها وبدها بس شو بيقولوا reinforcement، لا هي مشكله فعليه ما بنقدر نحلل الارقام، ما بنفهم كيف الاشياء بتنحط الا اذا ترتبت بطريقه معينه واذا ما كانت ملموسه صعب كتير عليه للولد انه يقدر يعملها. اوكي
ما عنده مشكلة هذا الولد بالمهارات اللفظية، عنده ذاكرة منيحة بالكلمات، بس بقراءة الأرقام والتذكرة ما عنده مشكلة فيها. أنا عم رجع عندكم ياها، عنا مشكلة بمفهوم الوقت، عنا مشكلة بالاتجاهات يمين شمال. أوكي، و طب شو بنعمل هلأ؟ أوكي، ما في لكم إنه في علاج منعمله، في استراتيجيز وثيرابيز بنقدر نشتغلها، انترفنشنز بنقدر نعملهم لنخفف من عوارضها لهدول الاشياء. اكيد فينا اللي نعمله منقسم الماده. نحن على طول بنفترض انه الاشياء هينه، بس فعليا لما نبلش نشتغل مع الاولاد بتشوفوا انه المهاره فيها تتفكفك لكذا مهارة، ونطلع فيه ونطلع مع الولد. أنا مثلا في عندي ولد هلأ هو جريد 1، وبلشوا بجريد 1 عم ياخدوا بيفور و كي جي 3 بيفور وآفتر، وعم ياخدوا مثلا ان بتوين كونسبتس. وقت وصل لعندي هذا الولد اكتشفت انه هو مش فهمان انه مثلا هيدول ألمان، ألمان معناتها رقم 2، مش فهمين كونسبت الكمية، ما بيعرف شو يعني كمية، ما بيعرف يعني هول كتار وهول أقل. يعني نحنا يمكن الولاد بيلقطوهم بسرعة وبيلقطوهم بالفطرة، في ولاد منهم، بس الولاد اللي عندهم مشاكل أو عندهم ديسلكسيا سوري ديسكالكوليا بدكم تقسموا وتبلشوا من مفهوم الأرقام، مفهوم الكميات، ونطلع طلوع معه للولد لأنه كتير صعب عليه. أوكي، سو تقسيم المادة إلى وحدات أصغر، فينا نعطي وقت أكتر ليحل المسائل. أوكي، استخدام الآلة الحاسبة مع أنه مني كتير معه بعمر صغير، بس eventually بالانترميديت حيستعملوا كلهم الكالكوليتر. فإذا عملنا كل أنواع التدخل والولد بعده ما عم يقدر يعرف يشتغل، فينا نفوت الكالكوليتر آخر شيء. بس قبل في استراتيجيز، أوكي، فينا نحط قدامه كل شيء فيجوال ليقدر الولد يتذكر، فينا نستعمل جراف. في ولاد نستعمل معهم غنى وموسيقى، فينا نحضر يوتيوب، فينا نستعمل التكنيك على الإيدين لحفظ الملتبليكيشن. مين بيعرف كيف بنعلم الناين؟ بتعرفوا كيف بنعلم الملتبليكيشن تبع الناين؟ ايه، من خلال استخدام الاصابع، يعني بيصير مثلا حسب مثلا 9 تايمز مثلا 2 بيصير يغطي مثلا او يخبي اصبعين منه مثلا، وبصير يعرف مثلا انه بقي 1 وهون 8. اوكي، بصير يعده. صح، تبع. وفي طريقه ثانيه كمان للناين اللي هي يعني فكره 1 2 3، وبعدين من تحت بالعكس بيطلعوا، فكمان في طريقه ثانيه. ريما صوتك مش مسموع، اوكي، عن الميكرو عم بسكت. اوكي، انا هقول لو سمحتوا، لو سمحتوا ما تفتحوا الميكرو. تمر زينة لو سمحتي خلي الميكرو مسكر. تفضلي استاذه ريما. انا بعرف غير طريقه كمان للتابل جناف، بنبلش بالديزاين من الان لناف، نرجع بالتابع عكسهم فبيطلع الاجابات كلها صحيحه. مزبوط، يعني اوكي. وسؤالي لكم، يس اتس تريك كويشن لكم، في بنوت اجت سالتني قالت لي مس عزة انا ما حافظتهم للمالتيبليكيشن تيبل بس لما احطهم قدامي على الورقه، از ات تشيتينج؟ هذا غش يعتبر؟ يعني اذا انا اعطيت الامتحان لمدام هنا، اوكي، وعلى ورقه الامتحان او السكراتش او البغيون اجت مدام هنا وعدت تتذكر هن المالتيبليكيشن تيبل اللي هي التكنيك اللي نحن معلمينها هون، حطتهم على ورقه قدامها، از تشيتينج بالنسبه لكم؟ هذا غش؟ اكيد لا 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 لا. اوكي، لا تمام تمام، متفقين لكان. دونك نحن اي هي هي البنوت لما اجت لعندي قلت لها بالعكس انت لقيتي لحالك استراتيجي لتقدري تشتغلي وما تعملي بانيك وقت الامتحان وتكون ابستكل لها. سو الفكره انه فينا نعلم بمليون طريقه الماس. يعني انا اذا بقول لكم قديش كنت
مش شاطرة لا ماث ولا فيزيكس، يعني كنت لوم حالي وقول عن حالي مش شاطرة، هلا بقول الله يسامحهم أساتذتي لأنه أكيد معلموني بطريقة حببهم فيها. مشان هيك بقول إنه بليز المعلمات ما تلجأوا لتحطوا المالتيبليكيشن تيبل قدام الولد دغري بلا ما نكون قطعنا على مليون طريقة قبل يقدر الولد يشتغل فيها لنقدر عن جد نوصل للهدف اللي بدنا اياه. اوكي يلا انا عم حاول، اعتذر جدا اني عم روح كتير بسرعة. ديل قلنا هيدول. اوكي اوكي سو اللي فينا نعمله فينا نقسم، حنعمل بسرعة، فينا نقسم الشغل مع الولد، نقسم الاهداف، نفكفكهم له الاهداف، نتاكد انه كونسبت الارقام والكميات موجوده عنده لهذا الولد. اوكي ونعطيه تكنيك واستراتيجيز يقدر هو عن جد يعرف يشتغل فيها. انا رح انقل بسرعه بس فرجيكم شيء. اوكي عند الصغار فينا نشتغل بالليجو لانه يكون ملموس. اوكي فينا نشتغل بالدومينو، فينا نشتغل بالكاردز، فيكون عنا تن الفريمز الدايس. اوكي كل هول الاوتي بنقدر نستعملهم لنقدر نفهم الكونسبت تبع الارقام. اوكي كل شيء ملموس لنقدر نعمله قبل ما نوصل عن جد انه منشيلهم لما يكون هو اكتسب وفهم شو قصده بالارقام. اوكي فينا نعمل هيدول معلولات، فينا نعمل هيك نبلش معهم من هن وصغر على هذا الموضوع، وفينا كتير نتكل على الفيجوال. دونك مثلا اذا هو معود على طول يشوف اثنين دوتس ودوت بالنص واثنين دوتس تحت هذا رقم 5 مثلا. اوكي فينا نعمل بهذه الطريقه، فينا نحط اشياء فيجوال سبورت يقدروا يتذكرون شو هن الاشياء. حارجع اطلع شو فينا نقدم له للولد وقت اضافي بالاختبارات. اوكي معلمات الماث اساتذه الماث عندنا تندنسي نبعث مثلا 3 صفحات كل صفحه بقلبها 30 ايكواسيون يقدر يحلوها مثلا او 40 ايكواسيون بكل صفحه، ما بيهم الكميه قد ما بيهم النوعيه. دونك فينا نخفف لهم مش نلغي، انا مني مع انه نلغي، فينا نخفف لهم للولاد بهمنا النوعيه مش الكميه. اوكي وفينا نعمل المتابعه المتكرره، يعني بقلب الصف بيقعد قدام الولد وعلى طول بنجرب نطلعه على اللوح ليقدر يشتغل ومنقسم له اياها، ولما تحسوا انه الشيء اللي عم تشتغلوه بقلبه كذا ستب تكتبوا له ستب 1 ستب 2 ستب 3 وعلى طول بنحط شو هن الداتا اللي اجت بقلب هذا وبتناقشوا فيها. دونك وقت بتحكوا مع الولد وبتناقشوا فيه يو ميك شور انه فهمان، بتقولوا له في ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3، واول فتره يمكن تكتبوا له انه في هول ستيبات، ثاني مره بتقولوا له انت كم ستيب بدك تعرف. دونك فينا نشتغل فيها انه يقدر يوصل يصير مستقل، واكيد يتعاونوا مع الاهل والاساتذه والاخصائيين لنقدر نقدم لهم هدول التكييفات. سوري اوكي سؤالنا متعلم الارقام من خلال اللمس، تدريب على مفهوم العد الاساسي، الالعاب، وسائل مساعده في الجمع والطرح، الكالكوليتر، نشوف الهدف اللي بدنا نعلمه اياه للولد. اوكي دونك اذا نحن بهمنا هلا يتعلم بس عن الادشن، ما فوت له اشياء ثانيه بنفس الوقت، ما فوت كذا اوبجكتيف بنفس الوقت للولد تما يكون عم يضيع. اوكي بدكم نعمل سامري عن ديسكالكوليا وديسلكسيا؟ مدام هنا بدي بعد معي وقت معيك وبعتلك انه بعد معيك تقريبا 12 دقيقة 16 دقيقة بالضبط. سوري ما عم شايك واتساب. اوكي طيب اوكي أنه ما حدا يطلع من دون ما يعبي استمارة الحضور والتسجيل كرمال الحضور، يعني كرمال تاخدوا الشهادة اللي هي تصدر لاحقا من المركز الديمقراطي العربي، بدها شوية وقت. وبدي قلكم أنه مكفيين مع أستاذة عزة التنين المقبل،
اوكي بنفس الوقت على الساعة 9 وهي كمالة لدورة الصعوبات 3. تفضلي. اوكي سو هلا كل انا قلت اول مبلشنا هلا كل ولد عانى صعوبه بالماث يعني هو عنده عسر حساب اكيد لا. دونك احنا اهم شيء باختصاصاتنا نحن كم بفيلد التعليم انه لما بتجمعوا داتا ولما الولد بيكون عنده صعوبه بدها تكون هذه الصعوبه على فتره زمنيه مستمره وموجوده بكل المحلات. دونك لما يكون واحد عندنا مشكله بالماث بدها تكون على فتره زمنيه على القليلة صرنا 4 لـ6 شهور عم نشوفها هذه المشكلة. بدنا نكون جربنا كل الطرق كل استراتيجيات مع أنماط التعلم اللي بتنفعه مع الأشياء سانسري وجربناها وما عم تنفع وعلاماته مع كل المساعدة بعدها ما منيحة وبلشت تنقل على أشياء تانية. دونك إذا بالساينس كمان في عندهم أشياء بدهم يحلوها ما عم يقدر يحلها، إذا قصص بالحياة اليومية ما عم يعرف يعملها، هون ساعتها بنحول وبنشوف إذا عندنا هذه المشكلة. هلا صار في باختصاص speech and language therapy بيعملوا مثل فورماسيون لها علاقه بالديسكالكوليا وهي هن بيقدروا يشتغلوا عليها، بيشتغلوا على الكوانتيتيز وبيشتغلوا على مفهوم الارقام وبيفور وافتر بيشتغلوا معهم بطريقه معينه بيشتغلوا عليها. اوكي طيب مدام هنا انا برايي بدل ما نفوت على ديسغرافيا بنتركه لأسبوع الجاي وبترك وقت لنسأل أسئلة، شو رأيك؟ أكيد بفتكر شيء أهم أكيد طبعاً لأنه يمكن يكون عندهم أي استضاح. وأنت تعبت معنا اليوم أستاذة عزة عن جد شكراً لهالتقديم ولهالمجهود اللي لا أبداً. نحن بانتظار أسئلتكم بخاصية رفع اليد بليز حتى ما يصير في أي تشويش، وأكيد حقكم تسألوا قد ما بدكم، يعني نعتذر قبل أي حدا سأل ولكن كنا عم نعجل لنمرق بالمعلومات كلها يعني ما يكون ناقص لأنه كمان نحن محدودين بالوقت. بدي أرجع أطلب من الجميع ملء الاستمارة والاستبيان قبل الخروج من هذه الدورة. أنا بعدين ما فيني أرجع أبعث لكم الرابط، وكمان أنا ما فيني أقول أنه ما طلع لكم الشهادة، هذا الرابط هو اللي بيخولكم أنه تاخذوا شهادة حضور لهذه الدورة الخاصة بالصعوبات التعلمية. عنا شخصين رافعين إيدهم، خلينا نشوف أستاذة ماجدة عبوشي وجابين منذر. رح نبلش جابين، تفضلي. ماجدة رجعت ظهري، تفضلي جابين. أول شيء مساء الخير، أنا معلمة elementary classes science and math teacher وأنا كنت مسكة لمدام هنا. أنا بشكرها دايما تبعت لي اللينك منشان تابع معكم، بس بدي أسأل سؤال مدام عزة، إذا تلميذ عنده صعوبات، يعني أنا كان عندي كيس في هيدا، كان عم بشتغل مع أخصائية، كان يجي لعندي نشتغل على الأصوات الطويلة والقصيرة بس مع تايمينج، يعني نعيدهم 5 مرات ونشوف قديه هو بيقراهم يعني قديه فرق الوقت بيناتهم، يعني قديه بياخد وقت بأول مرة بثاني مرة بثالث مرة. وكمان اشتغلنا على استراتيجي تاني مش بس يقول الأصوات كصوت، يقولهم بالألوان، يعني مثل ما حضرتك حكيتي قبل، يعني مثلا صوت طويل احمر، صوت قصير ازرق، ارجع اقول احمر ازرق احمر ازرق، نشوف قد ايه هو عم بيقدر يركز بين النظر وبين اللون مع بعضهم. فهو التايمينج مهم لولد عنده صعوبات. وبدي علق على شغله كمان حكيتها بعتقد مدام كانت معنا، انه لازم نعمل لهم صف منفرد. فأنا ما بعرف، هيدا رأيي الشخصي، لأنه أنا بالدوائر التعليم نشوف عنا كيسز بهيدا المجال ما عم بيكون لهم صف منفصل، عم بيكونوا معنا بس بياخدوا سبورت بمحلات معينة بوقت معين، بيظهروا من صف بس من كل الوقت بيكونوا معنا، بياخدوا كل اللسنس بنعطيهم بس بياخدوا دعم زيادة، أو ممكن يكونوا one to one teaching عن اللسنس اللي احنا عم نعطيهم. فهل هيدا عم نشتغله مزبوط؟ بس بدي أعرف هيدا الشيء. Thank you لكم. أنا أكيد مثل ما كنت عطول حجاوب هيدا الشيء، أنا أكيد مع الدمج تماماً. هلأ كيفية التدخل
مدام هنا لازم تكوني فخوره، بلشت احكي فصحى، كيفيه التدخل تفرق من ولد لولد. يعني ما فيني انا كون عم اقول لك مدام جابين انه هيدا الشيء بينفع ولا لا، لانه في اولاد بينفع معهم التدخل المباشر بقلب الصف، في اولاد بيكون عنده بدهم غرفه موارد بيظهروا لبرا، وفي اولاد مثل ما قالت مدام سمر اللي طرحت هذه الفكره بيكون عندهم كثير صعوبات وما بقى قادرين يلحقوا منهاج الصف، دونك بنحطهم بصف يعني بارالل ليقدروا ينشغل معهم انتنسفلي على مناهج ليقدروا هن يجربوا يلحقوا الكوريكولم قد ما فيهم، او نعمل لهم تعديل للكوريكولم. سو فينا نعمل هيك ونعمل هيك حسب كل ولد وبولد، وحسب كمان بدي اقول لكم شيء، كل مدرسه وشو شو المشن والفيجن تبعوتها لهي المدرسه، هي واحد. اوكي، وثاني شيء انا اللي بقوله على طول بقوله للتيم تبعولي وللاهل اللي عندي بالديبارتمنت، بقول لهم انا عندي هدفين عندي بالمدرسه، عندي الهدف عندي انه الولد يكون مندمج اجتماعيا اوكي، ويكون مندمج تربويا او اكاديميا بقلب المدرسه. وانا لما هول الاثنين ما بقى عم بقدر اوصلهم هول الهدفين، فبكون انا ما بقى عم اشتغل بطريقه صحيحه مع هذا الولد. دونك انت على طول شوفي مدام جابين هذا الولد هل هو مبسوط بالصف، عنده اصحاب، حاسس حاله بينتمي بهذا الصف، عم يقدر يفهم عليكي، جربتي كل شيء معه ماشي حاله، دونك لكن انت ماشي على الطريق الصحيح. لما توصلي لطريق مسدود وتقولي هذا الصف ما بقى ما بقى عنده اصحاب، ما بقى عم يلعب مع رفقاته ولا عم يشارك ولا في علاقات ولا عم يستفيد اكاديميا مع انه انت جربتي كل شيء، دونك نحن هون بنقول نوع التدخل اللي عاملينه مع هذا المتعلم صار لازم نفكر فيه ونشوف شو اللي افضل له. عشان هيك عم اقول لك ما في شيء ريدي ميد لكل الاولاد، يعني ما في اقول لك هذا صح وهذا غلط، حسب الولد واذا انت قادره توصلي للاهداف اللي حاطتي اياها معه. حسب قديم شخصي قديهم شخصوا الحاله بكير، يعني إذا شخصوها بمرحلة كتير مبكرة بيستفيد بعدين، إذا تأخر يمكن ما بيستفيد. وبدي علق على شغلي مدام إنه في شغلة بالساينس، لأنه أنا بعطي أنا دائما بالجريد 2 و3 بعطي أنالايز، يعني ما بعطي ماتشينج، يعني ما بعطي بيكتشر، يعني عرفتي بعطي أنالايز مثل كومبريهنشن تكست. ففي تلاميذ بيكون عندهم صعوبات باللغة بعينه بهذا الشيء، ما عندهم صعوبات تقطع معهم، بس ساعتها بنلاقي الجابس لما نعطيهم تاكست وعملوا انالايز وخدوا من هيدا، يعني درس مثلا قصة بودي بارتس بيكون التاكست عن البودي بارتس وهم بده يشيلوا سنتنسز من قلب هيدا النص، فبنلاقي هونيك الجابس ساعتها بنحس انه هيدا الصبي عنده جابس بالانجلش او بالعربي. إذا عزة اذا بدك تشيل البرزنتيشن لانه عم يعطينا انه لاست يور نتورك، بهذه الطريقه بتقدري تفتحي كاميرا ونشوفك افضل ونكون خلصنا من البرزنتيشن اللي عم بتضيعنا. انا بدي اقول انه باي ماده نحن في عنا شيء اسمه مجالات الكفايه، حتى بالرياضيات او بالسيانس في مجالات الكفايه، يعني رياضيات او علوم، واي معلم هو متمكن من الماده تبعه يجب ان بكل مره عم يعمل فيها اختبار او عم يعمل فيها تقويم او حتى شرح للماده بده يمشي بهيدي المجالات للكفايه اللي هي لا تركز فقط على نوع واحد. يعني مثلا بالرياضيات في عنا كالكول، وفي عنا تفكير وريزولوشن دو بروبليم، وفي عنا جيومتري. يعني نحن ما فينا نركز دايما تجي المسابقة على نوع واحد من المجالات، وكمان التاريخ وكمان الجغرافيا وكمان العربي وكمان العلوم. فقد ما كان هيدا المعلم عم يقدر يحط هودي المجالات بقلب شرحه بقلب التقويم اللي عم بيقدمه، قد ما كان هو عم بيساعد المتعلم يعرف نقاط الضعف تبعه. يعني انا ما فيني اقول واحد مش شاطر بالمات، انت مش شاطر بالمات لانك عندك ضعف بالكالكول او عندك ضعف بالتفكير المنطقي او عندك ضعف بريزولوشن دو بروبليم، انا بدي اعرف وين نقطه ضعفه. فلما انتم تشتغلوا على تنويع مجالات الكفايه بتسهلوا على المختص انه يرصد الخطا ويتابع معه بهذا الشيء.
رح كمل انا مع استاذه عزه. انا بدي اقول لكم بليز ما تنسوا تملأوا الاستبيان اللي انا حطيته على الشات، ما حدا يقول لي انا المره الماضيه ما عملته، لانه انا كل مره بحطه بهيدي الطريقه هون، وكل مره بطلب منكم عدم انه تظهروا من دون ما يصير في ملء لهيدا الاستبيان، والا لن تحصلوا على شهاده خاصة بحضور هذا اليوم. وبليز بتمنى بعتذر. تفضلي استاذة. ايه انا مليت الموضوع لكن لا بعتذر، رحت الكونكشن رحت الكونكشن كومبليتلي سوري، حسيت هيدا الشيء. نحن ما عندنا انا بس 5 مينتس، فراح اترك الموضوع لك اذا بعد في شيء بدك تجاوب عليه او بدك تزيدي. ابدا. انا في مدام ماجدة بس عندها سؤال. مساء الخير دكتورة هنا. دكتورتي مساء الخير دكتورة عزة، شكرا كثير لكم على المحاضرة القيمة والغنية. عندي سؤال لواجهة تلميذي اثناء الاملاء بتمحي كثير وبتنقص من الاحرف، كيف ممكن نساعدها من خلال خبرتكم؟ قد ايه عمرها؟ اي صف هي؟ عمرها تقريبا بالعشر سنين وصف ثالث بعدها، للأسف دايما بتاخد 1/10 على الإملاء، والأهل سوري ما عم بيراعوا هيدا الشيء، ما عندهم إلمام بهيدا الشيء حتى يعني حتى يواجبوا هالموضوع. اوكي سو هي عطول عم بالإملاء بتشيل نقط وبتقفي مقاطع صوتية وكل هيدا الشيء؟ صح، وأكثر شيء أحرف يعني مثل هذيك المرات ناقصة اللام ناقصة الألف، ما ترجع قد ما حضرنا 5 مرات 10 مرات ما كأنها محاضرة. لأن مشان هيك لازم التقييم، يعني مش هيك كتير مهم تبعتيها تعمل تقييم نطق ولغة، لأنه أخصائيين النطق واللغة ما بيشتغلوا بس على النطق، بيشتغلوا على اللغة كمان، واللغة مقسومة للغة للغة المحكية واللغة المكتوبة، وبيشتغلوا على كل شيء prerequisite يعني مهارات عشان بالعربي prerequisite للwritten language. دونك بتشوف هي إذا هي كيف بلش التعليم مع الأحرف على اوكي سو بترجع معها بتشوف الاساس هي شو عندها، وعلى اساسه بتعملها ثيرابي على هذا الموضوع، بتشتغل معها هول الاهداف لتقدر بعدين تقدر تعممهم بقلب الصف. انت اللي كل شيء فيكي تعمليه، فيكي يمكن إذا بالمدرسة تسمح لك تعملي تعديل وتكييف على الإملاء، تصغري لي تبعتي لي قبل بوقت، تحضر كلمات معينة مشان تقدري تخففي من الأخطاء اللي عم تعملون، وما كتير ونعلي لها شوي ثقتها بنفسها. دونك زغري الإملاء، بعتي لها قبل بوقت شي 10 كلمات من هالإملاء تقدر تتمرن عليهم بالبيت بطريقة صحيحة، مشان لما تجي تعملها عندك تقدر على القليلة ما تشوف ورقة مليانة أخطاء، تشوف إنه هي قدرت تحل شوي من اللي بتقدر تعمله، للطاقة إنك تقدري تشتغلي مع أهلها ومع إدارة المدرسة، نقنع على الأهل بأهمية تقييم لنحط خطة عمل واضحة مع لهالبنوت لنقدر نشتغل معها، لأنه لما بتحكي بعمر 10 سنين وبعدها بالصف الثالث وبعدها بنعمل هيك أخطاء، دونك أكيد عم تحكي في عنا مشكلة، ولازم نعرف شو هي المشكلة قبل ما نعرف شو بدنا نحط لها خطة العمل. شكرا كثير. كرم عينك. أوكي، بعد حدا عنده أسئلة؟ بعرف طولنا عليكم كثير اليوم. أنا بدي أقول شيء بالنسبة للإملاء، هي بالنسبة للولد هي خوف بحد ذاتها، حتى لو هو ما عنده صعوبة بالكتابة، يعني الإملاء عن جد الولاد بيحسوا أنه هن under pressure ومطلوب منه المجهود زيادة، فكمان المعلم بيساعد أنه الإملاء تنعمل بطريقة أخف من الطريقة الروتينية الكلاسيكية اللي بده يكتب كل الجملة واللي بده حسبه على الأخطاء وعلى الشدة وعلى السكون وعلى وعلى، ما في قاعدة للإملاء عم تتطبق وما في هدف عم يتطبق، منحدد الهدف للإملاء
نكون عم نساعد أكثر إنه هالأخطاء ما تكتر. هيدا الولد يكون عم يكتب براحة إنه هو شو ما عمل أخطاء، نحن مركزين على التاء المربوطة مثلاً. أنت جرب اكتب التاء المربوطة صح والتاء المفتوحة صح، تاء الفعل صح. إضافة إلى شغلة كمان، إنه بالنسبة للإملاء فينا اللي منحس انه هو ما قادر يعمل الاملاء كلها، كمان مثل ما عملنا بتكيف النص اللي قدمته استاذه عزه والطريقه اللي حكيت مع فيها، كمان فينا نعمل نفس الشيء بالاملاء، وفينا نكتب له الكلمات اللي نحن بنلاقيها صعبه اللي هو ما قادر يتذكرها، بنحط له اياها قدامه على البيبيتر بخط كبير انه هلا بس تجي هذه الكلمه انت بدك تكتبها هيك او بدك تنقلها هيك. بالتمرين وبالممارسة باللعب، في إملاء بالموسيقى، في إملاء أنت وعم تلعب، في إملاء بالصورة، في إملاء بكذا طريقة، مش الإملاء الروتينية اللي هي حط ورقة وقلم ويلا اكتب. حتى إملاء الفراغ هي إملاء، في كتير أمور فينا نستعملها للإملاء، فقد ما بتنوعوا أنتوا كأساتذة قد ما بتخففوا الضغط على التلميذ. فيني زيد بعد شغلة، في شيء فينا نزيده بعد للصفوف الكبيرة اللي هي قاعدة تراكمية، يعني let's say بهالمحل تعلمنا قاعدة التاء المربوطة التاء المفتوحة، منحاسبه بالإملاء بس على هالقاعدة مش على إذا كتب إشياء تانية غلط. تاني مرة بنزيد هدف، نتعلم التاء ما بعرف، نتعلم الحروف الشمسية والقمرية، ساعتها منحاسبه على التاء المفتوحة والتاء المربوطة اللي اشتغلنا عليها، ونرجع منحاسب الحروف القمرية والشمسية ومنزيد، ذات هو اسمها تراكمية، وما منحاسبه على الصعوبة اللي عنده إياها، بل منحاسبه على القاعدة اللي هي أخذها بقلب الصف واللي بالمبدأ ما عندنا مشاكل فيها، لأنه هو ما عنده مشاكل بفهم المبادئ بقلب الصف، عندنا مشكلة أكثر بالقراءة وبالكتابة. شغلة بعد بدي أقولها، نحن دايماً معودين أنه نحتسب الأخطاء، شي مرة جربوا عدوا الصح، ما يكون في تشطيب كتير على الورقة، يعني مثلاً الإملاء لو قلنا نمشي على القاعدة التراكمية اللي قالتها أستاذة عزة عن التاء والتاء، عدوا له كم كلمة عملها صح، ما تحدوا له الغلط، عدوا له أنت كتبت 10 كلمات، أنت كتبت 6، أخذت 6 لأنه أنت عامل 6 صح. فجربوا بي بوزيتيف بالتعاطي، بي بوزيتيف بالريليشن بينكم وبينهم للتلميذ، ريحوهم بتعلم إيجابي، بفتكر الأمور التانية مع العلاج والخطة اللي بتكون ترسموها مع الاختصاص اللي موجود بالمدرسة، أو في حدا عم يسألني عن رقم تليفوني كان أستاذة عزة، ما بعرف إذا كمان فينا نعطيهم إياه، في حدا اتصل فيني على الخاص، أكيد هذا بيرجع لإلك وعايزينك. ما عندي مشكل، ما عندي مشكل أكيد. أكيد يعني فيكم ترجعوا لها، وفيكم ترجعوا لحيلا حدا خبير بالتربية أو اختصاص تربية أو حتى تربية مختصة، وأهلا وسهلا فيكم، نحن دايما موجودين على السماع لنرد على الأسئلة. كلمة أخيرة لك أستاذة عزة. ابدا انا كثير انبسطت اليوم بالسيشن، ثانك يو سو ماتش على كل اللي حضروا وعلى التفاعل اللي عملتوه، عن جد كبرتوا لي قلبي مع انه كان نهاري كثير طويل. انبسطت فيكم كثير، ناطرتكم الاسبوع الجاي ان شاء الله اكون عم بقدر جاوب على قد ما في من الاسئله اللي عندكم اياها، وثانك يو يعطيكم الف عافيه، وميرسي مدام هنا على طول. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، من اجمل ما قدمت او ما قدمت اداره التدريب في المركز الديمقراطي العربي. في حدا قبلك كان عنده هيدا التفاعل، بتعرفيها كثير منيح دكتوره سنه الحلو، تخطيتيها اليوم، قلت لها انا هذيك الاسبوع انه كانت اكثر حماسه واكثر هيك تفاعل دورتك، وعن جد اهلا وسهلا فيكي باي وقت. ما حازعل هي ما راح تزعل وكمان انا بتشكركم، ونحن بانتظار الصعوبات الثلاثه
هي نهار الاثنين ب 22 مع استاذه عزه بنفس الوقت الساعه 9 بتوقيت بيروت. واكيد حضروا كل شيء عايزينه من اسئله بهذا الموضوع، هي جاهزه رح تلاقيكم على الوقت. نهار الاربعاء ب 17 رح يكون معكم دكتوره نادين حيدر، وهي رح تحكي عن التعلم المسند الى الدماغ. كمان كمالي لهيدي الامور، نحن هذا الشهر كله صعوبات، واكيد باخر الشهر كمان في عنا دوره مع دكتور مصطفى مرزوقي من المغرب، كمان خصو بالاضطرابات. وانا بختم معكم هذا الشهر باخر دوره ب 29. شكرا. ملتقينا اكيد الاربعاء على 9 والاثنين على 9. وبتشكرك عزة شويكي اختصاصية في التربية المختصة من جامعة القديس يوسف من بيروت، كنت معنا في اليوم الثاني من إدارة التدريب في المركز الديمقراطي العربي. بنتشكرك على مجهودك ونتشرف باستضافتك، وأكيد لنا لقاء آخر النهار الثاني. في شيء بدك تقولي؟ تصبح على خير. أبدا تصبح على خير، يعطيكم ألف عافية. يلا باي باي. باي باي. شكرا لكم جميعا. باي باي. ميرسي لكم. باي. شكرا لوجود كل حدا كان معنا. ميرسي. Thank you.